باي فولدر بيرميشن. تريمبل كونكت بورتفوليو اكيد فيه العديد من الاشياء اللي هي 3 دي كابتشر. راح نعطيكم عندي حضرت لكم بوينت كلاود سويناها بتريمبل كونكت 3 دي ليزر سكانينج ماشين. ورح نشوف كيف نطبق هذا في السايت، كيف نعمل كواليتي كنترول. حضرت لكم نفس الشيء موديل بوينت كلاود لايف سويناها بالفعل يعني، ودخلناها على تريمبل كونكت. شوفوا كيف راح يساعد تريمبل كونكت على الكواليتي كنترول، عفوا صراحة كانت بدايتي في البيلدينج انفورميشن موديل هي عن طريق الاتش بيم اللي هي الهيريتاج بيلدينج انفورميشن موديلينج. اول الحمد لله كان لي الفضل اول ما بديت وعرفت البيم هو عن طريق المباني الاثريه، واول شيء سويته هو 3 دي ليزر سكانينج، وين دخلنا المعلومات على المباني الاثريه. واذا كانت الفرصه ان شاء الله مستقبلا راح نحضر ويبينار اللي هو يتكلم عن الهيريتاج بيلدينج انفورميشن موديلينج او الاتش بيم، شو البينيفيتس، شو قادرين نعمل به. طيب خلينا نعمل small introduction to the Trimble Connect قبل ما نروح للworkshop أو للتطبيق. مايلي Trimble Connect فيه 4 applications أو خلينا نقول 5. في عندك أول شيء الويب براوزر. الويب براوزر application اللي هو عادي تفتح جوجل كروم أو تفتح الإنترنت عن طريق جوجل، وتقدر تدخل على الويب سايت الخاص بهم ويعمل تعمل ساين ان وعادي. هذا يعتبر الويب براوزر كأي ويب براوزر ثاني. عندك الديسكتوب ابلكيشن اللي تبع ويندوز، راح نشوفها بعد كيف ننزلها وكيف نسطبها عندنا في الجهاز. في عندنا الموبايل ابلكيشن which is very 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 powerful. راح نشوف كيف يعني شو البينيفيتس، شو قادر نسوي بالموبايل ابلكيشن باي سبيشلي وين وي جو تو سايت. هذه بصراحه سايت انجينيرز او الكونستراكشن مانجرز راح تخف عليهم شغل كبير 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 جدا، خصوصا في الكواليتي كنترول، في الكواليتي تشيكينج، في الارافايز راح يكون حتساعدهم كثير في حكايه الارافايز لما تكون بينهم بين الاستشاري او الديزاين او البيم ديبارتمنت وين المودلرز if they use the same platform which is Trimble Connect. واكيد الهولولاندز حضرت لكم اكيد فيديو قصير وين عملنا كواليتي كنترول باي يوزين الهولولانز، وراح نشوف صراحه شيء اتس فيري باورفول. الهولولانز هي ذا نيكست اتس ذا فيوتشر يعني. الهولولانز اتس ذا فيوتشر وين فعلا كسايت انجينيرز او كبيم سبيشاليستس راح نرتاح، والورك اتس غانا بي فيري سموث، وراح وي غانا ريديوس ذا كوست، وي غانا ريديوس ذا تايم، الويستج حيكون قليل جدا، بس بشرط انه تكون الانتجريشن او البيلدينج انفورميشن او البيم ورك فلو اللي عملناها من الاول وي هاف تو بي شور ذات ات ويل بي ريسبكتد باي اول بارتيز اند باي اول ستيك هولدرز. طيب خلينا نروح يعني الى نبدا باول شيء اللي هو الويب براوزر. تمام طيب هعمل ساين ان او طيب اول شيء عادي جوجل Trimble Connect راح اديكم ساين ان. هذا هو ويب سايت Trimble Connect. Trimble Connect راح تلقوا فيه كامل المعلومات الخاصة بTrimble Company وTrimble Connect. 10 أو أكثر من 10 ملايين users يستعملوا Trimble Connect with 17 different languages with more than 185 countries around the world كامل يستعملوا Trimble Connect. يعني تخيلوا معي الكم الهائل من اليوزرز، وبدليل انه قال لك 10 بلس مور ذان 10 مليون يوزرز كانت بي رونج، يعني لانه ما دامهم 10 ملايين مستعمل او يوزرز اكيد مرتاحين في هذه البلاتفورم. شيء جميل ثاني في Trimble Connect انه they are fast، يعني اذا كان عندك مشكل في البلاتفورم بعثت لهم البزنس او الهلب سنتر
they can reply to you يعني ما ياخذوش وقت يرجعوا لك في نفس يعني اليوم ماكسيموم 48 ساعه يعني. وعندهم فورم خاص وانا انصحكم انكم تدخلوا على التريمبل كونكت فورم وين يستمعوا لكامل البروفيشنالز او الانجينيرز اللي يستعملوا تريمبل كونكت ويشوفوا شو المشاكل اللي تواجههم كابليكيشن او ك كبلاتفورم وهم شغالين على الديفلوبمنت اوف ذيس ابليكيشن يعني يحاولوا انهم يكونوا سباقين مش يكونوا ذا فيرست ان ذا ماركت. طيب خليني نعمل بس ساين ان. طيب خليني نعمل هايد هذه بتاع الزوم. طيب دقيقه بس. اوكي طيب اليوزر انترفيس بتاع تريمبل كونكت فيري ايزي ما هوش معقد كثير مقسم الى بروجكتس نيو خلينا نقول اليوزر او الهلب اليوزر هلب اند سيرش اور نعم سيرش انا عندنا الدوتس حنقول لكم شو حكايه الدوتس. طيب اول ما تفتح تريمبل كونكت وتعمل حسابه سهل جدا انك تعمل حساب في تريمبل كونكت بس تدخل وتعمل حساب وبمجرد ما تفتح راح تكون عندك مكان البروجكتس يعني امبتي. خلينا نمشي قبل ما نروح نعمل كرييت نيو بروجكت نروح نشوف شو المتوفر عندنا او شو موفر لنا تريمبل كونكت كابليكيشنز ومن وين نجيب التريمبل كونكت ديسكتوب ومن وين نجيب تريمبل كونكت سينك ومن وين نجيب ستيتوس شيرينج اللي هي راح تكون عندنا كلام كثير عليها ان شاء الله. طيب بمجرد ما تفتح تريمبل كونكت خلينا في نعمل كليك على دوتس وينحيديك مباشرة الكونكت ابليكيشن. It's like small application store. طيب تريمبل كونكت او طيب ابليكيشن ستور عندك اول شيء تريمبل كونكت فور ويندوز هذه اللي هي ديسكتوب ابلكيشن يعني اوتوماتيكلي انت بعد ما تعمل حساب في تريمبل كونكت نزل من الكونكت ابلكيشنز تريمبل كونكت ديسكتوب اب خليها عندك لانه هي تيبيكلي اتس ذا سيم نفس الشيء سواء الويب براوزر او تريمبل كونكت فور ويندوز هي نفس الشيء بس في بعض الاشياء موجوده هنا في الديسكتوب اب ومش موجوده في الويب براوزر وراح نشوف الفرق يعني هو 2 اور 3 فيتشرز مش موجودين. الشيء الجميل انك تحتاجهم بالكامل مش تحتاج يعني تستعمل الويب براوزر وما تستعملش الثاني لا انت مضطر انك تستعملهم بالكامل لانه راح تكون عندك خلينا نقول منظومه متكامله من تي سي بلاتفورم. طيب عندك ثاني هي تريمبل كونكت فور موبايل تقدر تروح الاب ستور او جوجل بلاي تنزلها عادي. انا انصحكم يعني اذا قادرين تنزلوها من اليوم نزلوها يعني. عندك تريمبل كونكت فور ميكس رياليتي هذه فور هولولانز. بالنسبه للهولولانز اذا اشترينا نحن الديفايس الهولولانز وراح تكون عليه كلام كثير ان شاء الله في السيشن نمبر 3 الهولولانز يعمل تقريبا $3,000 والابليكيشن هذه تريمبل كونكت فور ميكس رياليتي تعمل تقريبا $1,000 لانه بالنسبه لتريمبل كونكت فور ميكس رياليتي هذا عالم ثاني هذا شيء ثاني انذر وورد يعني تقدر تنفذ المشروع بس بهذه اذا فعلا عندك الكواليفايد تيم تقدر تنفذ المشروع without any single 2D drawings. ممكن كلامي شويه يكون مش منطقي شويه تو ريسكي راح تشوفوا بعينكم يعني بعد ما نروح ان شاء الله الوركشوب كيف قادرين اذا كان عندنا الكواليفايد تيم نقدر ننفذ المشروع فقط بال 3D بس بال 3D نروح للسايت ونعمل كواليتي كنترول وتكون الانفورميشن اور ذا داتا شيرينج through only your platform or CD or through Trimble Connect. طيب عندنا Trimble Connect Sync هذا مهم جدا هذا هو بصراحة اللي يربط لك أو يشبك لك كامل التيم سواء Design Team أو Construction Team أو حتى Operation and Facility Management Team يربطك مع all the stakeholders هذه حلقة عفوا الوصل. طيب إذا حتشتغل بس بالTrimble Connect for Windows or Desktop or Web Browser without Trimble Connect Sync يعني تقريباً ما عملت ولا شيء يعني لازمت لك Trimble Connect Sync
مشان تكون all مشان يكونوا all the stakeholders or the project team or حتى the company members يكونوا all connected together. طيب عندك for the Revit users عندك Trimble Connect for Revit مهمة جدا هذه. هذه راح نتكلم عليها بصراحة يعني تعتبر من الأشياء خصوصا الناس اللي شغالين Revit أكيد أغلبكم شغالين Revit تعتبر من الأدين المهمة جدا لأنه وراح نقول لكم ليش مهمة أقول لكم ليش مهمة خليني بس من نستقبل استبقش الأحداث. عندك Trimble Connect Visualizer هذا هو الـ 3D Viewer أكيد. وش عندنا الثاني؟ عندنا Status Sharing للأسف هذه متوفرة فقط for Business Premium License. Status Sharing هذه تقدر تعمل بها 4D Simulation تقدر تعمل بها Visual Site Reporting System by Color Coding زي ما حكيت آخر مرة. احنا أعطيكم مثال بسيط ورح تشوفوا كيف حتى الشغل أو حتى الـ communication ما بين site team, construction team و design أو modeling team راح تصير فيه حلاوة شغل يعني حتكون فيه حتحب الشغل وراح تكون فيه سهولة في الشغل وسلاسة بمجرد ما تتعود على البلاتفورم اللي هي الكومن داتا أو شو اسمها Trimble Connect عفوا. أهم شيء أنه you have to get qualified team أو لازم تتعب معهم شوي أنك تدربهم كل يوم لأنه بصراحة راح تسهل على حالك وراح توفر على شركة فلوس وراح التيم تاعك يرتاح وتكون عندك راح تكون عندك خلينا نقول workflow clear and without any defects later on. طيب Trimble Sync Manager هذا for surveyors for mapping إنه ما تنساوش إنه Trimble Connect قوي جدا 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 في البنية التحتية فيما يخص البنية التحتية والطرقات والبريدجز والتانلز etc 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 يعني حاليا هذا مش موضوعنا يعني ما نقدرش يعني نتكلم عن شيء اللي هو مش من اختصاصي بس راح نقول لكم إنه Trimble Connect أو حبيت نقول لكم إنه Trimble Connect قوي جدا حتى في لجماعة الناس اللي شغالين infrastructure, bridges, tunnels, etc. etc. طيب بعد ما تنزلوا أكيد الابليكيشنز اللي كنا نحكي من شوي. طيب بمجرد ما تكريت الويب أو your account راح يكون عندك free account وراح تشوف دائما علامة صب الأصفر في المكان هذا upgrade 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 عادي ما توجعش راسك بالupgrade. الناس اللي حابين أو الناس في بدايات البيلدينج البيم implementation the right platform as a CDE from the right platforms as a CDE عندك Trimble Connect عندك All Plan Beam Plus لأنه راح يعطيك البوسيبيليتي إنك على الأقل تشتغل وتشوف من دون ما تصرف أهم شيء without يعني without expenses تقدر تستعمل CD وجربه حتى على مشروع وتشوف يعني وين توصل معك يعني بمجرد ما تتأكد إنه الناس تعودت على البلاتفورم تقدر تشتري الفول فيرجن اللي هو عندك Business License أو Business Premium License. طيب خلينا يعني نبدأ وكأنه عملنا مشروع جديد حاليا هذا من المشاريع اللي موجودين عنا في السي دي وما زلنا زد ندخل إن شاء الله لأنه ماشيين step by step. Creating a new project it's يعني very easy. أول شيء بالنسبة لUser interface عندك سواء تعملهم by تحب تخليهم by list أو تحب ترجعهم بالشكل هذا يعني إذا خليتهم باي ليست حيكون عندك النيم سايز مش سايز المشروع على فكرة سايز الفايلات والداتا اللي موجودة في المشروع تشوف last visited متى كانت زيارتك الأخر مشروع سواء من synchronization أو من تحميل فايلات etc etc آخر modification تمت على المشروع سواء من naming أو سواء من property المشروع إضافة تيم أو يعني تشيل واحد من التيم etc. وراح نشوفها مع بعض. عندك الأوبشن هنا أنك تعمل فرضا إذا أخذنا أنه أني يعني أي مشروع
على سبيل المثال هذا الأول، عندك البوسيبيليتي إذا عملت كليك على 3 dots يعني use as a template for a new project. هذه مهمة جدا، لأنه شوفوا معي، أنت عندك استراتيجية معينة لكامل المشاريع فرضا، أو خلينا نقول أنتو ككمباني أو كديزاين كمباني، خلينا في سكيل اللي هو سكيل ديزاين كمباني as a consultant. عندك as a consultant اختصاصك هو بنايات فيلل مولات على سبيل المثال، مولز فيلاز اند بيلدينجز. طيب انت كبيم مانجر او كبيم سبيشاليست او كبدايات الامبلمنتيشن، في بدايات الامبلمنتيشن راح تعمل تامبلت خاص بالمشاريع اللي هي فقط بنايات، وراح تعمل تامبلت خاص بالمشاريع اللي هي بس تعتبر فيلل، وراح تعمل تامبلت خاص اكيد بالمولات. التامبلت وش يقصد هنا في تريمبل كونك؟ مش تامبلت اللي هي اللي نعرفها في الريفيت، واكيد ما تخفاش عليكم كاكسبرتس، التامبلت هي توزيعة الفايلات او بالاحرى الفولدر ستراكتشر. اول شيء تيم، فولدر بيرميشن، عندك الفولدر بيرميشن، التيم، التاجز، النيمينج كونفنشن، وراح اشوف كيف ندخل نيمينج كونفنشن بيزد اون ذا ايزو 19650. البروبرتيز سيت، بروبرتيز سيت راح اشوفها كذلك، which is very very powerful، اللي شفناها في البرزنتيشن which called plugins or API applications programming interface. كذلك في التامبلت عندك قلنا الفولدر ستراكتشر، تيم، يعني انت اذا كريتت نيو تامبلت او اذا كريتت مثلا او دخلت مشروع جديد عفوا اللي هو بنايه ثانيه، مش ضروري تعود تدخل وتعود تعمل له برمجه من اول جديد. عندك تامبلت البنايه انت كريتته اوريدي، بس تعمل يوز از تامبلت فور نيو بروجكت، تمام. ونفس الشيء بالنسبه للفيلل، ونفس الشيء بالنسبه للمولز على سبيل المثال، يعني تقدر تعملهم بشكل هذا، تقدر تعملهم بشكل هذا، يعني كامل فيتشرز متوفرين في التو اوبشنز. بمجرد ما تعمل كليك، خلينا نعمل كليك نيو بروجكت، ممتاز ممتاز جدا. طيب نيو بروجكت يقول لك بليز انتر ذا فولوين ديتيلز فور ذا نيو بروجكت. طيب خلينا نسميه بيم ارابيا، سوري، بيم عربية بروجكت. طيب أبلود، تقدر تعمل بروجكت فوتو، أبلود على سبيل المثال، نقدر نعمل أي شيء يعني، اي صوره ما يهمش، اي صوره. You can choose the second option, you can choose project server location، يعني سواء انت في اوروبا او في نورث امريكا او في اسيا تختار، احنا غالبا في الميدل ايست نختار ايجيا، تمام. بعد عندك البروجكت اونرشيب، البروجكت اونرشيب هي اللايسنس اللي متوفره عندك، تمام. حاليا احنا موجودين في الاونرشيب اوف تريمبل كونكت لايسنس هو فام هولدينج، يعني قدر يكون او عفوا البروجكت اونرشيب هو مالك المشاريع او صح، او خلينا نقول الشركه احتاجها فام هولدينج او اتكنز او بارسنز اتسترا. البروجكت لايسنس زي ما شايفين احنا عندنا تريمبل كونكت بزنس بريميوم، عندنا كذلك الكونكت بزنس اللي هي اقل شوي، وعندنا الفري وان which is انتو اللي بمجرد ما تعملوا you create account راح تكون عندكم حاجة اسمها البيسك. هي تعتبر بيسك بس فيها features كثير، هي مسميها بيسك بس features اللي فيها كثير. عندك more option، تقدر تعمل description بسيط which is villa على سبيل المثال، g plus one plus service block، plus garage،
جاراج. اوكي بس يعني مجرد مثال يعني. انا عملت شغله واحد انتبهوا لها يعني ستارت ديت. طيب تختار متى تبدا يعني الفيلا، سواء يعني عندك 3 اوبشنز، سواء تحط التاريخ اللي بديت فيه الديزاين، سواء تحط فيه التاريخ اللي بديت فيه الكونستراكشن، سواء تحط فيه تاريخ لي اول تاريخ دخلت فيه المشروع اللي هو اليوم 14 في الشهر، والان ديت بتقدر تخليها اوبن يعني. طيب ونعمل سبميت. بمجرد ما نعمل سبميت البروجكت will be created automatically، وراح يعطيك يدخلك مباشرة على المشروع زي ما شايفين. طيب ممتاز جدا. بمجرد ما تعمل creation للمشروع راح يعطيك user interface بالشكل هذا، يعني راح ينتقل لك من بلاتفورم المشاريع إلى بلاتفورم المشروع which is created recently. طيب خلينا نمشي step by step. الستيب الأول هو عنا أكيد البار اللي من فوق اللي فيه اسم المشروع، تمام؟ معنا زي ما قلنا اللي هو Trimble Connect Application Store Help the user، اللي حتشوفها اللي هي تشوف البروفايل Account Administration، تشوف Trimble Subscription اللي عندك، عندك حتى التكلة Online Subscription بحكم تكلة تعتبر software من Trimble Connect. مش عنا الثاني، عندك اسم المشروع، ولو تشوفوا معايا انه في small arrow، بمجرد ما تعمل كليك تقدر تنتقل من مشروع الى مشروع يعني، وتختار view all project، سواء تختار مشروعك اللي هو recently opened يعطيك اخر 5 مفتوحين او اخر 6 مفتوحين، او تشوف view all projects راح يرجعك الأول صفحة افتحت فيها البلاتفورم. خلينا ندخل على بيم أرابيا بروجكت اللي هي الفيلا. طيب عندنا this the first party. The first party عندك explorer يقولك drag and drop to this folder or create. طيب عندك new folder يعني create new folder، عندك download sync يعني synchronize your project from your desktop، أو قال لك already download sync. طيب وعندك map workspace وين تعمل تحدد اللوكيشن، عفوا لوكيشن المشروع عن طريق map workspace اللي هو automatically integrated مع Trimble Connect، وعندك SketchUp model by default. SketchUp software اللي هو بصراحة صار more powerful بعد ما صار تحت او بعد ما اشتريت Trimble Connect مع جوجل، وين صار يعني فيه كثير من الاوبشنز والفيتشرز، تمام. You can create your SketchUp model online، وTrimble Connect راح يقرا لك all SketchUp extensions by default يعني without sharing ولا without IFC او حتى publishing. طيب نبدا نعمل creation file creation. تعمل شيء اسمه add هنا، بمجرد ما تعمل add راح يعطيك نفس الشيء يعني حيعطيك هذه وهذه وهذه، حيطلع لك اياها في لسته يعني حيبسط لك الامر يعني، سواء تعمل create folder or upload files. طيب احنا نعمل نسمي الفولدر هذا، نسميه مثلا design، or خلينا نسميه modeling or design phase، بس مجرد مثال يعني design phase. تعمل submit، مجرد ما تعمل submit the file it will be created automatically modified by whom or created by whom Bilal. Modified on the date, size and the tag. حاليا الفايل ما عنده حتى tag. شوفوا الفكرة الثانية، بمجرد ما تعمل add للمشروع أو الفايل الثاني تسميه مثلا beam protocols، تعمل submit، بمجرد ما تعمل submit يطلع لك error. طيب شو المشكلة؟ المشكلة أنه Trimble Connect small space it's not allowed as naming convention small space. يعني أنا وش عملت حاليا، عملت add
هنعمل create new file another file نسميه company template. تمام، بمجرد ما عملت space اوكي يطلع لي error، بمجرد ما شلت space ونعمل اوكي حيسمي لي الفايل عادي. يعني حذاري في التسميات في النيمين كونفنشن الخاصة بالفايلات او بالنسبة للفولدرز، لازم تكون تتجنبوا اي شيء دوت سبيسز سلاش بلاش اي شيء ستار، مشان تكون ما تطيحش في مشاكل من بعد، وممكن تقول شو المشكلة، ممكن عندي مشكلة في التسمية وتصير تمام. يعني ردوا بالكم من حكاية النيمين كونفنشن او الفولدر او الفايلز نيمين. طيب حاليا يعني for as an example عملت 3 folders اللي هما بين protocols, company template, design phase. في design phase ندخل على design phase. طيب دخلني حاليا للفولدر وين انا حنعمل sub folders. نسمي sub folder اول architecture submit، ونعمل الثاني structure، ونعمل الثالث MEP. تمام، نعمل الثالث MEP. طيب حاليا انا في وسط الاركيتكتشر MEP ستراكشر، كيف ارجع الفايل اللي عندي او نرجع التوزيعة الفايل الاصلي او الفولدر ستراكشر الاصلي؟ عندك تو اوبشنز، يا اما جي وتعمل كليك على الاكسبلورر اللي موجود هنا، او اللي بعده اللي هي ديزاين فيز اوريدي، عفوا انت موجود في ديزاين فيز تعمل اكسبلورر، لانه احنا عملنا بس تو فولدر وسب فولدر اثنين بس، يرجعك للاوريجينال اريا خلينا نقول، او ذا ستارتنج بوينت اوف ذا فولدر ستراكشر. وعندك الاوبشن الثاني انك تعمل كليك على الاكسبلورر يطلع لك الفولدر ستراكشر اللي عملتها من شوي، اذا تعمل كليك تعمل الارو هذا يطلع لك الفولدر ستراكشر عفوا اللي موجود، وتقدر تتنقل ما بينهم بحرية. يعني تقدر تتنقل ما بينهم بحرية بمجرد ما تعمل كليك على ستراكشر يطلع لك كذا كذا. تمام، it's the folder tree, we call this one the folder tree. طيب سكرنا موضوع الفايلات او الفولدرات، خلينا ننتقل للنقطة الثانية، او حكينا يعني كيف نعمل creation of folder or file. طيب عندنا شغلة ثانية اللي هي جيب فايل من برا، مش ما ننساهاش، يعني تعمل اد، عندك شيء اسمه upload file. عندك two options، يا اما تعمل browse وتنزل، خلينا ننزل الصورة هذه عادي، لما تنزل الصورة حين يعطيك يعني small notification انه it's under process. تمام، once it's uploaded يقولك خلاص راهي تحملت عندك. تمام، وعندك الاوبشن الثاني انك انك جي وتعمل drag and drop the file مثلا هذا على سبيل المثال، يعني وينها اوكي، وجي وتحط هنا الفايل عفوا وينها، طيب وجي هنا وتحمل الفايل. نفس الشيء يعني two options، يا اما تعمل drag and drop or تعمل upload from your laptop. طيب شفنا كيف نعمل اكيد الفولدر او الفايل كرييشن، كيف نعمل امبورت الفايل. طيب الشغله الثانيه عندك هنا فيوز، الفيوز حيقسم لك اياهم او غالبا قسم لك اياهم سواء 3D فيوز او 2D فيوز. 3D فيوز و 2D فيوز راح نشوفها بعد في 3D فيور كيف تطلع 3D و 2D فيوز ولشو راح تستعملهم. طيب عندك حاجة اسمها releases. releases تعتبر من الأشياء المهمة جدا في الديزاين workflow وحتى في الconstruction، يعني في الconstruction phase. releases وش معناها من اسمها باين، يعني انك بعد ما تخلص شغلة معينة، او خلينا نقول بعد ما تجيب الapproval from the municipality، تعتمد المخططات بالكامل من خلينا نقول بالبلدية، you can put the drawings as a release. يعني خلاص my work it's done. بمجرد ما تعمل ريليز تكون عندك البوسيبيليتي انك تعمل له شير او ترسله الكامل الاطراف او البروجكت ستيك هولدرز اللي هم انفولفد او المعنيين بالامر. اكيد راح نشوفها هذه، حنعمل سمول ريليز ونشوف كيف نشيرها مع all the project team members. طيب فرضا
انت نسيت شو عملت يعني. وما تنساوش انه اخر مره حكينا قلت لكم everything it will be traceable، يعني حتكون عندك traceability all the files it will be traceable. كيف تعرفهم traceable؟ بحاجه اسمها activity. فرضا انا نسيت البارح شو ارسلت او شو وصلني او 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 او، عندك شيء اسمها activity، راح تشوف كامل الاكتيفيتي اللي عملتهم في المشروع. حتشوف كامل الاكتيفيتي اللي عملتهم في المشروع. طيب وحتكون حيكون عندك small filtration للاكتيفيتيز، مثلا activity type، سواء مثلا اذا كان الفايلز حيقول لك شو الفايلز uploaded. فرضا اذا عملت كليك عندك تو فايلز ابلودد فقط، وهذا بالفعل سوينا، عملنا ابلود الصورتين، واحده بالدراج دراج اند دروب ان واحده بالانسرت. يقول لك شو الفايلز ديليتد اور ديليتد، عفوا ما عندي ولا فايل ديليتد. يقول لك مثلا شو الفايلز اللي هما سينكرونايزد، خلينا نشوف معنا ولا واحد سينكرونايزد. راح تكون عندك تريسيبيليتي للكامل الفايلات او كامل الاكتيفيتي بكل سلاسة. فرضا في اليوزرز مثلا تشوف الناس او المستخدمين او ستيك هولدرز اللي دخلوا جداد على المشروع، تشوف يوزر جوين ما كان ولا واحد دخل جديد للمشروع، بس بمجرد ما تبدا تدخل الناس للمشروع راح تظهر عندك الداتا اوتوماتيكلي. تشوف حتى يوزر ليفت، تيم امبورتد، يوزر ريموفد، يعني بصراحة راح تكون عندك تتبع الكامل الاكتيفيتيز سواء في المشروع او كامل مشاريع الشركة. يعني هذا من نوع من انواع الفلترز الاكتيفيتيز اللي مهم جدا في تريمبل كونكت. بالنسبة لليوزرز تقدر you can search the user by يعني type in the name، ولا حاليا في يوزر واحد فقط احتشوف اليوزر، يعني احطلع على الاكتيفيتيز مربوطة باليوزر اللي عمل الاكتيفيتي. يعني مثلا جاك واحد قال لك من التيم ممبر، قال لك والله يريد تشوف لي متى اخر مرة بعثت الفايل الفلاني مثلا، او متى اخر مرة عملت سانكرونايز. يقول لك والله انا اخر مرة عملت سانكرونايز اليوم قبل ساعة مثلا. نقول له لا ما شفت، تقول اوكي تكتب اسمه وحتطلع لك كامل الاكتيفيتي، تمام، كامل الاكتيفيتي اللي عملها خلال مدة المشروع. طيب you can search by group وتشوف الموديفيكيشن ديت، سواء اليوم yesterday past 7 days past 30 days. تقدر custom date تكتب له التاريخ from to، تمام، يعني يكون عندك filtration للactivities بالكامل. على هذه لما حكينا في الفيرست سيشن كنا مركزين جدا على نقطة الداتا traceability، يعني انه إذا قدرت تعمل أو كان عندك خطة، أو إذا كانت الداتا بالكامل الخاصة بالمشروع في الإلكترونيك Document Management System وفي CD Traceable، مشاكلك بالكامل راح تكون حتتحل بالكامل، يعني حتشتغل بالمرتاح. Everything is recorded with the assigned person, with the creation date, with all the necessary information and data. يعني راح تشتغل بالمرتاح، والاكتيفيتي هذه مهمة جدا جدا، خصوصا إذا كان عندك مثلا. نعطيكم مثال بسيط، خلينا نرجع للديتا اكسبلورر. فرضا أنا جيت للفايل هذا وبالخطأ عملت له ديليت، أوكي سبميت. طيب أنا حاليا عملت ديليت للفايل، جينا هنا مثلا تروح لثري دوت، وراح نتكلم على هذه، راح نتكلم على هذه دونت بانيك، يعني راح نتكلم على هذه بالتفصيل، بس أنا مجرد اكتيفيتي حبيت نراويكم كيف اذا عملتوا ديليت الاني فايل او فولدر بالخطا، او مش عارف انا، او واحد تعمد انه يعمل ديليت للفايل. تجي لثري دوتس وتعمل ديليت سبميت، اوكي طيب جميل جدا. طيب هاو وي كان ريستور ذا ديليتد فايل او ذا ديليتد فايلز، يعني انت وصلت للمكتب فتحت اوف لقيت تو فايلز مش موجودين، واحد من التيم يعني ها تو بادي في الـ في الـ في السي دي وبالخطا مسكين عمل ديليت للفايل، يعني بالخطا، يعني خلينا نعتبر بالخطا باش نمشي بالخطا، الناس كلها تخطا يعني. طيب تروح الاكتيفيتي، انت تقول والله كانوا فايلات عندي البارح موجودين
وين راحوا. اوكي حاب تعمل، حاب تشوف ريسيرش بسيط، مباشرة اوتوماتيكلي لازم تروح الاكتيفيتي وتشوف الفايلات، شو صار بالفايلات. جينا هنا تشوف، تقول لك ديليتد فايل، ديليتد فايل كذا، الصورة هذه، يعطيك الانفورميشن وتشوف من اللي عمل، من اللي عمل لها ديليت. طيب عندك اوبشن جميل جدا 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 في تريمبل كونكت، انه اذا بالخطأ عملت ديليت للفايل تقدر تعمل له ريستور. وجينا هنا تعمل له ريستور، تمام، وراح يسجل لك اياها كاكتيفيتي. تمام، راح يسجل لك اياها كاكتيفيتي، تشوف حتى مين اللي عمل ديليت ومين اللي عمل ريستور. طيب خليه يعمل ريستور براحته. طيب نرجع لشيء ثاني اسمه، بمجرد ما شفنا ال، ايوه رجع عنا زي ما شايفين. اوكي لما نروح نشوف الاكتيفيتي من اول وجديد، راح تشوف باللي يقول لك الفايل هذا it was uploaded بعد restored، وبعد restored، نعم restored it means يعني يكتب لك اياها 4 times، يعني it means that it was deleted، ها زي ما شايفين. وبعد يقول لك restored، راح تشوف حتى مين اللي عمل له delete ومين اللي عمل له restore. تمام، حتكون عندك full control على الدوكيومنتس اللي موجوده عندك، لا تتعب ولا شيء، بس تكون على الاقل يعني you have to be aware about how it's gonna be يعني. طيب الشغله الثانيه اللي هي مهمه جدا بصراحه، اللي انا شايفها من الاشياء يعني very very important بالنسبه للفولدر ستراكتر، باشمهندسين انا عملت اي شيء يعني، مازال ما دخلتش في السي دي والفولدر ستراكتر الخاصه بالسي دي، راح نعاود نكريت شيء ثاني من اول وجديد، بس مجرد مثال فقط. تكلمنا على الريليزز، تكلمنا على الاكتيفيتي، ويعني حاولوا تركزوا على الاكتيفيتي، يعني الاكتيفيتي مهم جدا من الاشياء الفيري امبورتنت في التريمبل كونكت. في شيء ثاني اسمه تو دو، تو دو هذا من الاشياء نفس الشيء المهمه، ولا اللي شايفها بصراحه يعني راح تسهل عليك شغل كثير من ناحيه التاسك، من ناحيه عفوا التاسك اساينمنت. طيب فرضا كبيم مانجر او كبيم كوردينيتر كان عندي تاسك حبيت نكلف به، ديزاين، خلينا نقول ستراكشرال تيم او الاركيتكتشرال تيم او الام اي بي تيم. طيب هاو كان اي اساين التاسك؟ سهله جدا في تريمبل كونكت، تروح لشيء اسمه تو دو. طيب روح لحاجه اسمها نيو ونعمل create to do title مثلا على سبيل المثال، walls detail design، مجرد مثال فقط. description dear all kindly provide the detail design for external، مجرد مثال فقط، external walls. Okay. Make sure to be LOD 350، مجرد مثال فقط. أو نخلوهم 300 بس. عفوا. طيب. Regards. طيب. assign هو الاساين، هنا تصير عندك الكنترول للتو دو. انا حاليا ما عنديش تيم صراحه، ما عنديش تيم في النيو بروجكت، بس راح اشوف اللايف بروجكت اللي هو الكيس ستادي، راح اشوف يطلع لي تيم وكيف او كان اي اساين. حاليا عندي بس اللي هو بلال، وتقدر تضيف ناس، وتقدر يو كان انتر يوزرز جروبس اد مور ديتيلز. البرايوريتي تحط التو دو برايوريتي. انا حاليا محتاج انهم يعملوا لي الديتيل ديزاين بتاع الاكسترنال وولز. بعثت للاركيتكتشرال تيم سواء جروب او 2 او 3 يوزرز على حسب التيم اللي عندك، وتعمل برمجه للتو دو، اتس لايك التاسك. طيب عندك شيء ثاني شو لس، إذا عملت add more details تقدر تكتب priority critical high normal low، خليها high. due date أنا محتاجها مثلا detail design، محتاجها أسبوع أو بعد 5 أيام، وحتى
اي طيب يوم الخميس. التايب وش تسميه هذا؟ تسميه انكويري. يعني عندك ديفرنت انكويريز، مثلا عندك الكومنت، عندك انديفايند، ايشيو، ريكويست، فولت، انكويري، كلاش، ريمارك، لانه كامل هذا من الاشياء راح يطلعونا during the design workflow or design stage او حتى الكونستراكشن stage or phase. فرضا انا حاليا قلت لهم ابعثوا لي الديزاين، اكيد راح يكون اما request or inquiry، في ناس remark مثلا، خلينا نقول مثلا request. اوكي، وتاج هتسميه تاج اللي هو architectural tag. تعمل اوكي، بمجرد ما تعمل اوكي راح تسجل عندك التاج اوتوماتيكلي في السيستم او في 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 تمبلت المشروع. تمام، لو تتذكروا قلت لكم you create a project based on a template. وش معناها؟ حتى التاجز هذم راح يروحوا معك للمشروع الجديد باي ديفولت. يعني بمجرد ما تعمل A راح تطلع لك اوتوماتيكلي من الاسفل، راح تطلع لك اوتوماتيكلي من الاسفل عفوا اركيتكتشر. طيب سيف، بمجرد ما تعمل سيف، بمجرد ما تعمل سيف راح توصل نوتيفيكيشن. مش عارف اذا شايفيني يا جماعه او لا، راح توصل نوتيفيكيشن. مش عارف يا جماعه شايفيني او لا، راح توصل نوتيفيكيشن. اوكي مش عارف، مشكل في الويب كام. اوكي مش مشكلة، حفتح لكم الايميل وتشوفوه يعني. طيب خلينا هذا هايت سايف سيلف فيديو. اوكي راح توصل نوتيفيكيشن على الايميل، خلينا نفتح الايميل. بمجرد ما تعمل او مجرد you create to do task هتوصل لي أنا notification على الإيميل. أنا وين لا أرسلتها؟ أرسلتها لبلال. yes this one، هاي لك وهذه يقول لك خليني نعمل hide. okay يقول لك Trimble Connect، hi بلال you have been assigned please click the button below to view to do. يعني أنا واحد من team members على سبيل المثال، team تيم ممبرز، وصلني تو دو من عند البيم مانجر او من عند البيم كوردينيتور. تمام، ذا تايتل ويتش از وول ديتيل ديزاين ديسكريبشن، اذا كنا تيم حصلنا بالكامل على سبيل المثال. وزي ما حكينا في اخر او اول سيشن انه الايميلز راح ترتاح من حكايه الايميلز، يعني بمجرد ما تعمل تو دو راح يوصلني ايميل اوتوماتيكلي على الجيميل او على على اي ايميل بلاتفورم، وراح يوصلك نفس الشيء على تريمبل كونكت بلاتفورم. زي ما شايفين التايتل اللي هو والز ديتيل ديزاين ديسكريبشن، حتشوف الديسكريبشن نفس الشيء اللي كتبته انت، وديو ديت والتايب ريكويست، وتقدر تعمل فيو تو دو فروم هير. بمجرد ما تعمل بمجرد ما تعمل كليك هتفتح تفتح حسابك اللي موجود على تريمبل كونكت وتشوف التو دو اسايند تو يو. تمام، هذه بالنسبة لحكاية التودو. التودو بصراحة تقدر تستعملها في أشياء كثير during the construction phase، زي ما قلنا during the design phase. فرضا حاليا اعتبروني أنا design team أو architectural modeler، وصلني التودو، فتحت التودو. بمجرد ما أفتح التودو، يعني لما أعمل كليك على التودو أفتح التودو تطلع لي بالشكل هذا. اوكي طيب، حكيت مع التيم او الاركتكتشرال تيم مودلرز عفوا، قلت لهم كذا شو نسوي كذا. اوكي تفهمنا. بمجرد ما نخرج على او نتفق على شيء، تمام، لازم نرجع على البيم مانجر او على البيم كوردينيتور او على الشخص لي عمل لي اساينمنت واعطاني تاسك، لازم نرجع له باي كليكينج هير. راح تطلع لك زي البروبرتيز تو دو بروبرتيز باليت. تمام، حنبدأ من الفوق وننزل. طيب التودو فرضا إذا كان عندك 100,000 تودو أو 50-60 تودو، you can export it as Excel، you can export it as PCF،
راح نشوف البي سي اف متى نستعملها. نستعملها لما نكون شغالين على 3 دي فيو، يكون عندك مشكل او ايشو في 3 دي موديل ديورينج the model checking and validation. يعني you can export it to Excel. بمجرد ما تعمل export to Excel تطلع لك شغلة هاي يقول لك your file it will be ready, we're gonna send you a notification once it's been ready. يبعث لك على الايميل الاكسل شيت اللي فيه كامل to do assigned to you. تقدر تعمل filtration نفس الشيء للto do by group, by users, by status, by priority. فرضا هذه critical، هل عندي to do critical؟ ما عنديش. هيعطيك زي color coding للpriority للto do list. انا عندي high to do واحد اللي هو high priority. تقدر تعمل filtration، نظم حالك، نظم تعمل خلينا نقول classification للto do، تعملها filtration، ترتب حالك، ومن بعد تعمل لهم export وتعملهم عندك في البيت، ولا تحطهم عندك as reference يعني. وعندك التايب it's assigned to me, created by me, unassigned. unassigned هذه حنحكي لها من بعد انها مهمه جدا. طيب بمجرد ما تعمل كليك، اوكي، بمجرد ما تعمل كليك او تشيك تشيك مارك على to do تطلع لك to do properties list. طيب شو فيها هذه؟ شو فيها هذه؟ دقيقة بس احنا نروح للإيميل. وصلت لي notification من Trimble Connect يقول لك خلاص، يقول لك بيم Arabia project Excel export has finished processing, click the button to download it etc etc etc. تعمل download للإكسل، عفوا طيب اوكي سكر علينا هذا، ونفتح الاكسل شيت وراح يكون بالشكل هذا. راح يكون تو دو التايتل راح يكون بالشكل هذا، تايتل ديسكريبشن تايب ريكويست زي ما حكينا، موديفايد اون مين اللي عمل لك لاست موديفايد كرييتد، وتحتاجهم انت كرفرنس. من بعد تخيلوا معي من بعد 100 تاسك كذا، يعني شغل كبير يعني بصراحة. إنه جميل إنه الواحد تكون عنده list with the tasks which is done which is in progress etc etc etc. يحتاجها مستقبل، ممكن يطلبها من عنده CEO أو غيره. بس حابين نشوف فقط شو نوعية الإكسل اللي حيطلع لك. تمام، نرجع للإكسرسايز أو نرجع للوركشوب. طيب بمجرد ما تعمل كليك أنا ديزاين أو الأركيتكتشرال مودلر يصل لي بالشكل هذا. لما يوصلني هتطلع لي شغلة جديدة اللي هي status and completion. خلاص أنا كبي مانجر أو كوردينيتر أو سبيشاليست أو VDC مانجر أعطيت التاسك للتيم. أنا وش حنعمل؟ نعمل كليك لهذا أوكي، ونجي الكومبليشن أو نجي الستاتوس نقول له خلاص it's in progress. تمام، يعني راني بديت فيه. أو تكتب له waiting، بس لازم تكتب له في التعليق ليش waiting، يعني تعقبله عليها بالتعليق. وإذا خلصت الإيشيو تكتب له done. تمام، وإذا closed it's closed، يعني لأسباب تعرفها أنت بس أو your team member or the beam manager or الشخص اللي يعمل لك assignment. طيب خليها مثلا in progress. The completion by percentage، فرضا أنت وصلت ل 75% خليها 75%. تمام، assign tag okay save tag with the same level already exist in the project no problem. تمام، أنا عملت 75%، ونكتب له comment. نكتب له كومنت ونقول له dear sir task already in progress، يعني مش عارف عن اي شيء قاعد نقول، يعني regards. تعمل كومنت، وتقدر تعمل له attachment screen shot اي شيء من عندك Trimble Connect، يعني قدر تكون شغال على الموضوع وتعمل له سكرين شوت او اي شيء، او تعمل له
لينك معين او من الويب سايت، او ممكن طلب منك مثلا قال لك بليز جيف مي ذا تكنيكال داتا شيت اوف اوف عفوا دبليو سي او اي شيء، تعمل له انت الويب سايت تكتب له دبليو سي كذا ار ووتر كلوزت مثلا راك سيراميك على سبيل المثال، مجرد مثال فقط يعني، تكتب له تعليق هنا كانسل عفوا وتعمل كومنت. بمجرد ما تعمل كومنت اوكي، بمجرد ما تعمل كومنت حيوصلني انا ايميل كبي مانجر انه او بي كوردينيتور انه التاسك assigned تاسك اتس ان بروجرس. ها وصلني ايميل زي ما شايفين يقول لك بيم عربي عفوا دقيقه بس دقيقه بس، هذا ايميل للاكسل عفوا يعني استنى لي شوي. تمام اوكي راح استنى شوي، راح يصلني ايميل يقول لي انه التاسك تحول الى 70% واتس اوريدي ستارتد، وراح يوصلني ايميل نفس الشيء انه بعث لك التيم ممبر كومنت. شايفين حلاوه الكوميونيكيشن ثرو ذا سي دي، يعني راح تخفف عليك وقت كبير وحتصير تحكي وتعمل الشات with professional way through the CD or the electronic document management system. وهذا اللي كنت نحكي عليه في الكوميونيكيشن اند الايميلينج سيستم اور بروسيس. خلينا نشوف ليش ما وصلنيش الايميل. ممكن اوصل بلال هذا لانه يعني عندي ايميلين. لا خلينا نعطيه بس شوية وقت وراح توصلني notification. طيب during the project during the project أو during the CD أو برمجتك لCD اللي هي Trimble Connect، مرات تكون عندك مشكل في notifications. راح أقول لكم كيف تحلوا الموضوع، بس حاليا ما عندناش مشكل في notification، بس ممكن اللهم تأخرت شوية بسبب النت أو شيء من هذا القبيل. إذا وصلك زي ما حكينا، زي إذا وصلك إذا وصلك خلينا نقول to do or task، أنتم عارفين حاليا كيف تشتغلوا على to do، كيف تسكر الموضوع. تقدر تعمل attachment للto do من هذه زي ما حكينا، سواء من اللابتوب أو سواء من عند ال CD itself أو زي ما حابين يعني. تقدر تعمل attachment حتى للcomment اللي عندك from that you are يعني بديت في الشغل يعني وشغل عليه. وتقدر تقول سي اكتيفيتي اللي سويتها في التودو هذا على سبيل المثال. خلينا نشوف الاكتيفيتيز اللي صارت في التودو. يعني اكتيفيتيز اور اكتيفيتي تعمل تريس الكامل الشغل، سواء تودو مش تودو. يقول لك اول شيء يقول لك اد تودو، ثاني شيء يقول لك تودو اديتد ليبل، تمام. وبعد يقول لك اخر شيء انه كومنت ادد فور تودو، يعني حتتبع حتى التودو شو سويت في التودو. عندك البوسيبيليتي انك تعمل تشوف الاكتيفيتيز اللي تمت في التودو. عندك شيء ثاني تقدر تعمل ديليت عفوا، وتقدر تعمل تاج تضيف لها تاج ثاني. اذا كان مثلا ستراكشرال اند اركيتكتشرال تاج تقدر تضيف التاج يعني وتعمل سيف. اوكي تمام، وتعمل uncheck. بمجرد ما تعمل uncheck بعد ما تعدل يطرح لك status which is in progress وتشوف انه priority height etc etc. وهكذا كل ما عملت to do، كل ما عملت assignment للtask عندك possibility انك كل options اللي تختارها. وراح نشوف يعني واحنا شغالين في مشروع راح نشوف شو possibilities اللي نقدر نعملها to do. نمشي للشغلة الرابعة اللي هي التيم. اوكي عندك تو way of creating a team أو adding group، سواء تعمل invite people to project. وش تعمل؟ تكتب إيميله فرضا، خلينا نقول architect بلال ريدي gmail.com. أوكي طيب شوفوا جماعة في مشكلة صح، مش راضي يعطيني invite، لازم تعمل له انتر. بمجرد ما تعمل له انتر يعني انت قابل الشخص هذا يشتغل معك، بس الايميل فيه خطا لانه عملت ال architectural بلال دريدي gmail.com. اوكي اعمل له انتر. بمجرد ما عملت له انتر خلاص صار داخل الداتا. زيد ندخل شخص ثاني اللي هو بلال
سامحوني أنا ما عندي كثير من الإيميلات البربس التعليم يعني gmail.com انتر. تمام خلاص دخلت شخصين by adding their emails. نعمل invite. عندك الرول تحطهم admin أو user، خلاهم user حاليا، خلاهم user. ليش؟ لأنه الادمن حتكون عنده possibility إنه يعمل to do، يغير الفايل الفايل permissions، يعني الادمن الادمن خليك أو حاول تكون حذر في اختيار الادمن، لأنه الادمن لازم يكون نفس تفكيرك، نفس خلينا نقول استراتيجيتك، مشان ما يخرب لك الشغل أو خطة العمل الخاصة بك. يعني خلينا نقول for the moment we keep it like user. تمام راح يوصلهم ايميل اوتوماتيك للناس هذو اللي بعث لهم اللي بعث لهم ايميل. خلينا نشوف ايش عندي مثلا بلال ارك، هذا هل وصلوا انفيتيشن عند المشروع؟ مازال ما وصلوش. هذا خلينا نشوف شخص ثاني وينه. اي وصلني على التليفون بس مازال ما وصلنيش على اللود. طيب خلينا منه هذا بلا الارك، خلينا اناظر. طيب عشان نشوفه بس وين وينه باركتكتر بلال. لا مش موجود. طيب اوكي راح نشوف هل وصلت الانفيتيشن الاركتكتشرال اركتكت بلال. اوكي ممتاز، هاي لكم الانفيتيشن، توصل لكم انتم كانفيتيشن اذا كان انفايتد للمشروع. تعمل كليك يقول لك يو هاف بين انفايتد تو جوين ا بروجكت اون تريمبل كونكت. اسم المشروع هذا هو بيم ارابيا بروجكت باي هوم. مين اللي ارسل لك الانفيتيشن؟ هو بلال دريدي. يقول لك you can also access this project from the projects page on the Trimble Connect. تمام يعني حاليا انت جاتك invitation مشان تدخل في المشروع ولازم يكون عندك حساب في Trimble Connect. هذا بلا الارك مش عارف ليش ما وصلتوش invitation، ممكن راحت الايميل بالخطأ. لا علينا على كل حال. طيب برغم انه ها اوكي زي ما شايفين انا دخلت الايميل بالخطأ، دخلت الايميل بالخطأ. اوكي طيب عفوا انا مدخل ايميل مش جيميل اتس جاميل. على كل حال طيب نقدر ريموف اكتيفيشن ايميل. اوكي تمام هذه كيف تعمل هاو يو كان انفايت بيبل تو ذا بروجكت. طيب خلينا نعمل جروب نسميه اركيتكتشرال تيم. نفس الشيء اذا عملت سبيس وعملت اوكي okay. مش راح يكريت لك التيم مباشرة بعد ما تخلص الاسم. بعد ما تخلص الاسم اعمل اوكي مباشرة. الجروب الثاني structural team. اوكي الجروب الثالث اللي هو الـ MEP team. طيب خلينا نغير الـ شو اسمه الاسم التيم او rename group ونخليه اوكي capital احسن لانه صراحه طلع مش مليح يعني بال. طيب وش عملنا؟ rename group اوكي structural team save. حاليا عندك all the project members وعندك الجروبس. طيب انت عندك التيم ممبرز اللي هم موجودين في المشروع. فرضا بلال هذا حاب يو هاف تو اديت يعني حاب دخله الجروب. وش عندك؟ عندك تو جروبس حاليا. بمجرد ما تعمل له ستراكشر الجروب تيم او ستراكشر التيم تعمل له اد يصير بلال موجود في الستراكشر التيم وراح تشوفه باللي انضاف وان يوزر للستراكشر التيم. تمام تعمل كليك حيطلع لك بلال انه داخل في ستراكشر التيم. هذا مثال بسيط كيف تعمل او كيف how you can create a team how you can invite members to your project. خلينا نشوف بس شو قادرين نعمل في التيم كموديفيكيشن وكذا. بمجرد ما نعمل كليك او فرضا خلينا نعمل invitation جديده
خليني نعمل انفيتيشن جديده لشخص ثاني، لانه بلا الارك هذا عملنا له انفيتيشن بالغلط. gmail.com المفروض توصلوا انفيتيشن. اوكي طيب، مفروض بلا الارك توصلوا انفيتيشن. خلينا نشوف، اذا ما وصلتوش معناها منحوس يا اخوتي، ما عنديش راح نعمل له. شفتوا مشكل في الايميل هذا؟ بلال اريك جيميل. المفروض وصلته الحين، خلينا نشوف. يلا 1 2 3 اوب، هاي الانفيتيشن. طيب وصل لهذا الانفيتيشن لبلال اريك، زي ما شايفين نفس الشيء اللي وصل اليوزر الاول اللي هو ارك بلال. طيب هذا بلال اريك، او خلينا احنا عرفنا كيف من اليوزر كيف نغير له او نحطه في الجروب، صح؟ طيب الشغله الثانيه، كيف من الجروب نحط يوزرز، نعمل اد بيبل تو جروب ونكتب بلال اريك، بس ما يطلع ليش؟ ليش؟ لانه بلال مازال ما عملش الاكتيفيشن. على كل حال خلينا نقول دوت كوم، عفوا ما يطلع لكش، يقول لك ريزالت نوت فاوند، لانه بلال ما عملش الاكتيفيشن اوريدي. طيب وش حنعمل؟ فرضا هذا الاركيتكتشرال تيم او البروجكت يوزرز، نقدر نغير له الجروب تاعه ونخليه هنا مثلا اد تو جروب ونحطه في الاركيتكتشرال تيم. بس اذا عملته اكتيفيشن بعد ما يوصلكم الايميل، شغله بسيطه جدا، جي الاركيتكتشرال تيم وتعمل اد ممبرز وخلاص، سهله يعني. اوكي وصار الاركيتكتشرال تيم عندنا يوزر وستراكتشرال تيم عندنا يوزر. طيب شو وش عندنا ثاني؟ كليك على الجروب، وش عندنا ستيتشوس اللي هي اكيد عندك الفلتريشن، وين تروح يتبعك الفلتريشن. على سبيل المثال اذا جيت الاول ممبرز بروجكت ممبرز، خلينا نشوف الناس اللي مازال ما قبلتليش الانفيتيشن اللي عندي، نعمل اكتيفيشن بيندينج. طيب وش بيه هذا؟ اوكي عاود اعمل له ريسنت اكتيفيشن ايميل، ممكن بالخطا مسكين ما شافش الايميل، عاود ابعث له ريسنت اكتيفيشن، اعمل له ريسنت اكتيفيشن ايميل مشان ينتبه مره ثانيه ويقدر يدخل معاك في التيم ممبر. تمام. وش عندنا؟ عندنا في الجروب ستيتشوس اللي هما شوفوا الناس اللي ريموفد. اوكي معنا ولا واحد ريموفد. تمام. مقدر اصلا اللي هو البندينج، يو كانوت دو ات، يعني يو كانوت، خلينا نقول اتس نوت ريموفد، يعني لانه خلينا نعمل له ريموف. وش مو هذا؟ عفوا لا. طيب ريموف فروم بروجكت، يس ريموف، ايميله بالغلط يعني، والان نخليها عندي. راح يطلع لك ريموفد اذا عملت ستيتشوس ريموفد، حيطلع لك من هو الناس اللي ريموفد فروم ذا بروجكت. راح تكون عندك فول traceability للتيم members or the team or للبروجكت جروب، وراح تسيطر، راح تكون عندك تحكم اكثر ومور كنترول على التيم structure. تمام. باي رول تشوف منهم اليوزرز، كامل يوزر اكسبت بلال، تشوف الادمين، هذا الادمين. ان شاء الله بس ما يكونش سريع يا جماعه، لاني نحاول اني نراويكم اكثر قدر مستطاع من المعلومات. طيب تقدر تعمل اكسبورت للليست اللي عندك للتيم ممبرز او للجروبس تو اكسل. وتقدر الشغله الثانيه اللي هي يعني جميله جدا، تحضر التيم ممبرز من الاكسل، اسمه تبدا بالايميل اسمه والرول، وتعمل امبورت فروم اكسل. تمام. وتعمل امبورت فروم اكسل. بصراحه نسيت نحضر ليست يعني للتيم، والا بمجرد ما نعمل امبورت فروم اكسل حيجي اوتوماتيكلي ينزل عندك هنا. يعني لازم تكون متاكد انك تكتب الايميل، تكتب الرول، وتكتب الاسم الخاص به. تمام. تعمل امبورت فروم اكسل ينزل مباشره عندك هنا. يعني عندك تو اوبشنز، يا اما تعمل امبورت او اكسبورت التيم ممبرز اور جروب ممبرز اور الجروب اللي عندك في البروجكت. عندك تو ويز اوف كرييتين ذا جروب، باي امبورتينج فروم اكسل، اور تقدر تكريتهم مباشره من
بلاتفورم. خلينا نروح للسيتينجز. في السيتينجز اوكي، في السيتينجز عندنا البروجكت ديتيلز. في البروجكت ديتيلز اوكي، في البروجكت ديتيلز حيطلع لك اسم المشروع، البروجكت اونر شيب، مالك المشروع مهما كان اسم الشركه يعني، السيرفر لوكيشن، الكريتد تايم، الوقت اللي عملت كريشن للمشروع، مين اللي عمل كريشن للمشروع، من المسؤول وكذا. تشوف سايز المشروع، عدد الفولدرات اللي فيه، عدد الفايلز وعدد اليوزرز اللي فيه. راح تشوف ستارت ديت، تمام، وراح تحط الاند ديت. اذا ما حطيتهاش في الاول تقدر تحطها يعني في البروجكت ديتيلز عادي، وتعمل سيف تشينجز. ديسكريبشن، اذا عندك حاب تغير الديسكريبشن، مثلا ممكن ديسكريبشن تاعك عملتها على السريع في بدايه الامر، او ظهر لك مثلا انه المشروع مش فيلا، ممكن حتكون بنايه، تغير بس الديسكريبشن، تغير فقط الديسكريبشن وتحطها وتعمل سيف تشينجز، تمام. ولا يو كان سيمبلي ليف ذا بروجكت، يو كان سيمبلي ليف ذا بروجكت، اللي هو اوتوماتيكلي راح تو بي ديليتد اند كانسلد، تمام. نجي الفكرة أو الجزئية النوتيفيكيشن، هذه مهمة جدا. النوتيفيكيشن مهمة جدا، قادر أنت يعني وتتدخل في معلومات المشروع. يجيك واحد من تيم ممبر يقول لك أستاذي أنت ما بعث ليش انفيتيشن، ما بعث ليش تودو، ما بعث لي ولا شيء. أنت عندك في السيستم أنك بعث تودو، بس هو ما وصلتوش الإيميل، ما وصلتوش، ما نحكيش على البلاتفورم. هنا تقدر تتحكم في كامل النوتيفيكيشنز. You will be notified for every single activity in the Trimble Connect. سواء حملت فايل، على سبيل المثال by default هي وش موجودة هنا، الفيوز. الفيوز وش يقول لك؟ راح تجيك نوتيفيكيشن بمجرد ما تعمل view assignment، على سبيل المثال راح تجيك نوتيفيكيشن بمجرد ما يطلع لك كلاش assignment، تحجيك notification بمجرد ما تعمل to do assignment، زي ما شفنا مع بعض من شوي، بمجرد ما عملت to do assignment وصلني ايميل. اذا عملت uncheck مش راح يوصلني ايميل، تمام. اذا عملت delete to do مش راح يوصلني ايميل، تمام، لاني مش عامل شو اسمها check، تمام. طيب الكومنت، مشان تكون الكومنتس ايه، لو تذكرتوا انا عملت كومنت على تودو من شويه ما وصلنيش ايميل، ليش؟ لاني مانيش عامل كومنت ادد نوتيفيكيشن، يعني ما عملت لهاش تشيك. لو كنت عامل لها تشيك بمجرد ما نعمل كومنت راح يوصلني. بصراحه راح يسهل حركه الكوميونيكيشن بطريقه عجيبه بصراحه، يعني انا شايفه انه بمجرد ما نتعود عليه حتكون between everything all the project it will be between your fingers. خلينا نقول تمام. other project updated or project renamed، مثلا إذا كان project updated من project details حتوصلك notification automatically. أنت بعد مثلا فرضا على سبيل المثال تتحكم في حركة الإيميلات، يعني مش بالضرورة أي شيء يصير في Trimble Connect أو في CD بصفة عامة توصلك ايميل، راح يصير عندك ضغط في الايميلات، يعني تتحكم. مثلا يهمك انك تعرف الفايلز which is uploaded، يعني يهمك تعرف، لازم تعمل notification، لازم نعرف الفايل داونلود، يعني لازم حاب تعرف، مهم جدا انك تعرف مين اللي حمل الفايل، اكيد، لانه اذا ما عرفتش مين اللي حمل الفايل مشكل. لازم تعرف مجرد ما توصلك notification تكون عندك تتبع لحركة الفايلات. سينكرونايز هذا مهم جدا، سينكرونايز لازم تعمل نوتيفيكيشن، لانه بمجرد ما يعملوا الاستراكشرال تيم سينك لازم توصل نوتيفيكيشن للاركيتكتشرال تيم باللي يعملوا سينك، باش الاركيتكتشرال تيم بدورهم يعملوا سينك ويكون الموديل عندهم الاثنين، يعني ابديتد عندهم الاثنين وموجود في تريمبل كونكت. الفايل تشيك اوت، فايل تشيك ان، فايل تشيك اوت، فايل تشيك ان اوبشن او فيتشر رائع 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 جدا. يعني في الفايل تشيك اوت وانت شغال على الفايل على ريفيت موديل على سبيل المثال، قبل ما تسكر تريمبل كونكت او قبل ما تطفي اللابتوب وانت طالع تعمل تشيك اوت. لما تعمل تشيك اوت the other team they cannot do the synchronize لانك ما خلصت شغلك. بمجرد ما تعمل تشيك ان
يعني، او اذا عملت تشيك ان وانت طالع يعني قبل ما تطلع وتسكر تعمل تشيك ان، تيم لما يعمل سينكرونايز راح يوصلهم اخر اخر تحديث حصل لك في المشروع. يعني هذه فايل تشيك ان وتشيك اوت راح نشوفها اكيد، راح نعمل موديفيكيشن بسيطه في 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 موديل من المودلز اللي عندنا، وراح نشوف يعني فولدر ادد فولدر ديليتد، يعني حتوصلك نوتيفيكيشن يهمك مثلا فرضا انك تشوف شو الفولدر اللي تم تحميله من المشروع، توصلك نوتيفيكيشن. اليوزر على سبيل المثال يوزر ليفت، مهم جدا. انا شغال وبعد فجاه يوزر من اليوزرز راح لي من المشروع، يعني خرج من المشروع مش عارف، انا توصلني نوتيفيكيشن مش تقدر انا نتواصل معه شوف شو المشكله. ريليزز على سبيل المثال مهم جدا انه ريليزز او اشياء اللي خلصت وصارت ريليز انبوكس ريليزد، يهمني اني نعرف وتوصلني بالايميل. على ما اظن اخذتوا فكره وفهمتوا برنسيب النوتيفيكيشن. عندك اكيد اليونتس، اليونتس عندك الاوبشن ما بين متريك الامبريال، عندك الصفرين بعد الفاصله، عندك بالباي مليمتر باي متر، هذه ليش؟ لانك تحتاجها بعد في 3 دي فيور. اوكي باي كيلومتر هذه ممكن في الـ مش ممكن هذه في شو اسمه في الرودز في التانل في الانفراستراكشر اكيد، يعني ممكن تستعملها في هذه. وخلينا احنا بالميتر، او اذا حاب تشتغل بالمليمتر نفس الشيء يعني ما يهمش، على حسب انت تعودك على اليونتس اللي تشتغل بيها. يعني الويت بالتون ديجريز، عندك السكوير متر، عندك زي ما قلنا رقمين، او تقدر تعدل الكيوبيك متر نفس الشيء تو نمبرز التون اتسترا. طيب اليونت خلينا نشوف اليوزر بيرميشنز. طيب في اليوزر بيرميشنز زي ما حكينا احنا عندنا تو تايبس اوف يوزرز، عندنا الادمين وعندنا اليوزر. عندك في التو دو فيزيبيليتي وعندك في البروجكت ممبر انفيتيشن. صلاحيه الادمين انه يقدر يقول لك على سبيل المثال نانا، او يقول لك نانا choose how project users will see to do، يقول لك shared to do visibility default، يعني to do will be visible to all users in the project. لا يعني انا مثلا انا حاب نعطي to do وتاسك معين الواحد من التيم ممبر، مش ضروري الناس كلها تشوف، يعني خلينا نغيرها هنا، يعني to do will be visible to project administrators فقط، to do creator and assignees to in the project، يعني assigned person هم اللي راح يشوفوا to do، وال to do creators اللي هم by default يعني automatically الadministrators هم اللي راح يشوفوا to do فقط، ال other team members مش راح يشوفوا to do. يعني if I'm not assigned why should I show other to do's list يعني صح. البروجكت ممبر انفيتيشن يعني choose who can invite other to the project، يعني allow all users to invite new project members. لا في الحاله دي حتصير فوضى، يعني الناس كلها تصير تعمل انفيتيشن لكامل تيم الممبرز with no control with no restriction. يعني لا خلينا بس allow only project administrators to invite new project members، يعني في الحاله هذه تصير تتحكم او الادمنستريتورز فقط، الادمين فقط هو الادمينز عفوا هم فقط اللي عندهم الحق يشوفوا التدو، عندهم الحق يعملوا انفيتيشن للممبرز نيو ممبرز. تمام قد اخر شغله اللي هي سينكرونايز. جماعه احنا بس تكلمنا 5 أو 10% على تريبل كونكت، يعني بصراحه انا حاب نعطيكم كامل التفصيل عليه، يعني بالتفصيل مش ممل، يعني إذا كان ممل أكيد ولا حد فيكم يحضر، بس نحاول نعطيكم قدر المستطاع. طيب بالنسبة للسينك، سينك سيتينجز عندك الفايل أبلودز. شوفوا زي ما حكينا من شغلة الفايل تشيك أوت، إنيبل أوتوماتيك فايل تشيك أوت وين أبلودينج فايل. الأبلودينج فايلز ثرو ذا سينك راح نشوفها مع بعض، يعني هذه مش راح نتكلم عليها حاليا، راح نشوفها بس لما نروح للسينك. زي ما شايفين إنه رابط السينك بالتشيك أوت، زي ما حكينا التشيك اوت والتشيك ان. تمام لانه انت لما تشتغل في ديزاين خصوصا في الديزاين او موديلنج انفايرمنت او ديونينج الديزاين فيز راح يكون عندك تشيك ان وتشيك اوت وتو ماتش سينكرونايزيشن بين ذا 3 ديبارتمنتس اللي هما ستراكشرال تيم اركيتكتشرال تيم اند ام اي بي تيم، وراح تكون في سينكرونايزيشن عفوا ما بينهم الثلاث ثرو ذا شيرد فايل، راح نشوفها مع بعض. يعني
exclude files and folders. طيب, choose the types of the files or folders that should be ignored during upload or synchronize process. شوفوا مرات لما تعملوا synchronization يعطيك مثلا وانا شغال على الريفت, فرضا انا شغال على الريفت, بعد ما خلصت الريفت وعملت سيف, عملت سيف ورحت للسينك وعملت سانكرونايز, لما اعمل سانكرونايز يجيب لي الريفت معها الباك اب فايل. مش ضروري يعني, مش ضروري تنزل لي الباك اب فايل عند الـ في الـ في السيرفر بيزد ولا في الـ في الـ في الكلاود, تعملها تشيك تشيك اوت اور ايه تشيك اوت, نعم يعني ان تشيك, عفوا عفوا ان تشيك. فرضا عندك سكتش اب, عفوا باك اب فايل, ما نحتاجوش هذا سكتش اب, نحتاج بس السكتش اب اتسلف. اذا حبيت نعمل انا باك اب من بعد انا حر, الايرور فايل مش ضروري يعني في الحاله هذه, واعمل لك تشيك تشيك دع كامل الفايل او الفايل عفوا اكستنشن وما تبعه, يعني انت مشان ما تثقلش عليك الموديل, عفوا يعني ما تثقلش او ما تكثرش الفايل او الفايلر كونتنت فولدرات او تمبر. شوفوا كحط لك حتى التمبرري فايلز, يعني مش ضروري يعني بصراحه, مش مهم انك تحط تمبرري فايل, يعني باك اب دايركتوري ثامز هذه المفروض ما تكونش, يعني انت بعد شوف على حسب استراتيجيتك او على حسب اذا شايف انه هذا مش مشكله خليه زي ما هو, يعني لك الحريه التامه, لك الحريه المطلقه. طيب طيب خلصنا يعني شوية من المقدمة, مش عارف أنا الموجزة أو الكبيرة, مقدمة الموجزة عن Trimble Connect. خلينا نروح لشغلة مهمة جدا اللي هي داخلة في برمجتك للTrimble Connect before you start operation in TC or in the CD. تروح لشغلة اسمها, أول شيء خلينا نشوف الكاونت, خلينا نشوف My Profile, وش فيه البروفايل, الورك, لينكد اكاونت عفوا, شوف الكونتاكت انفورميشن, الفون نمبر, بمجرد ما تغير شيء تعمل له سيف, ممكن تضيف صوره هنا عادي, بروفايل عادي زي اي بروفايل يعني في اي حساب. تمام, عندك الاكاونت ادمنستريشن. طيب الاكاونت ادمنستريشن اللي حتطلع لك كامل الاكونتس اللي موجوده عندك او كامل الحسابات اللي كريتها. انتم شايفين انا عامل بزنس اكونت عادي, عندك بزنس اكونت تكلا اونلاين, وعندك انتربرايز اكونت. انتربرايز اكونت هو اكبر اكونت او اخر واحد يعني اللي هو بزنس بريميوم. طيب في شغله مهمه جدا ونتمنى انه تكلا, يعني لانه عندك بالنسبة لTrimble Connect إذا اشتريت البلاتفورم من عند تيكلا مش نفس الشيء لما تشتريه من عند Trimble Connect. طيب في خلينا نقول شو نقول له سيلر معتمد, يعني سيلر للTrimble Connect برودكتس في الميدل ايست من تيكلا مباشرة, هذا ما يعطيكش البوسيبيليتي انك تعمل حاجة اللي اسمها ميتا داتا. طيب على هذه احنا اول الامر اشترينا التكلا من عند تكلا السي دي اللي هي Trimble Connect CD, بس المشكله انهم ما عندهمش الاوبشن اوبشن الميتا داتا او النيمينج كونفنشن. راح تقولوا لي شو السبب, صراحه ولا ما بعرف, يعني المفروض تكون نفس البلاتفورم يعني نفس الشيء. يعني صرنا بعد كثير من الايميلات اللي ارسلناهم للTrimble Connect Company اعطونا انتربرايز اكاونت دايركتلي من عند Trimble Connect. طيب في مرحله برمجه المشروع او برمجه البلاتفورم او في مرحله تهيئه البلاتفورم المشروع الجديد, قلنا تروح لشيء اسمه اكاونت ادمنستريشن, دخلت اسم المشروع, حطيت التيم, حطيت الفولدر ستراكشر, امورك في السليم, تدخل لشيء اسمه لا قبل ما اروح الاكاونت ادمنستريشن تشوف ماي تيكلا اونلاين subscriptions. شوف عفوا تطلع لك new page, عندك اكيد my profile, شوف my organization, عندك organization اللي هي farm holding,
تمام. لما تروح الاكسس ادمن تول، طيب اوكي يعطيك اللايسنس اللي متوفره عندك تمام، سواء لانه هو ايش يعطيك، يعطيك لما تشري انت، مش يعطيك هو، اكيد انت راح تشري وتحدد له شو طالب بالضبط. مثلا تقول له انا محتاج فقط لايسنس ل 10 يوزرز، تمام انا محتاج لايسنس 10 يوزرز. طيب يقول لك تفضل، بعد ما تدفع يفعل لك ال 10 لايسنس، وتصير انت تبعث انفيتيشنز. انفيتيشنز هذه لما توصل مثلا للتيم ممبر اور اكسترنال، سواء انترنال او اكسترنال تيم ممبر، راح تكون عنده فول فيرجن، يعني راح يصير عنده all the features inside the platform. طيب من بين الناس هم قسم لك اياها categories، يعني قسم لك اياها employees، يعني ناس معك انا كادمن للبلاتفورم بالكامل. نقدر ندخل الامبلويز، يعني ممكن ندخل تكنيكال، خلينا نقول نسميها بروكيورمنت ديبارتمنت مانجر، نقدر ندخل اذا كان عندنا مثلا فابريكيشن ديبارتمنت ندخل المانجر اتسترا. وعندك الاكسترنال لايسنس. الاكسترنال لايسنس مثلا احنا حاليا مدخلين استشاري معنا، اعطيناه سي دي بحكم هذا، وراح راح نراويكم ان شاء الله المشروع اللي شغالين عليه ك 100% بيم بروجكت ثرو ذا سي دي ثرو ذا ورك فلو اكسترا. هذا الاستشاري اسمه اي تي اي عرب تيرك انترناشونال تمام. وعندنا مثلا اذا كان عندنا اكسترنال لايسنس فور اكسترنال يوزرز، وي هاف انذر انجينير اتس ام اي بي مودلر اتس كولد علي تلي فروم بارسنز تمام. وعندك اللايسنس ديتيلز، على سبيل المثال عندك عدد السيتس اتس اكتيف، عندك 5، وي هاف فلوتينج انتربرايز، وي هاف فلوتينج بزنس بريميوم انتربرايز بوث اكتيف يعني. ويعطيك الاوبشن انك تجرب حاجه اسمها الموديل شيرنج ترايل فور تيكلا. انا بصراحه حاليا ما محتاجهاش، يعني ممكن الناس اللي تستخدم تيكلا تقدر تجرب هذه الموديل شيرنج ترايل خصوصا في السايت يعني. Show expired orders. We don't have any expired orders. وتشوف عندك possibility انك تشوف requests and invitations اللي هما سواء pending، معلش حتى واحد pending. اذا كان واحد pending راح يشوفه يعني في الـ employee، راح تشوفه من الاسفل هنا انه يقول لك email inviter created valid status، تكتب لك pending، بمجرد ما يقبل يروح اوتوماتيكلي يتسجل عندك في التيم ويصير اكتيف تمام. My notification settings user invitation has been accepted، حيوصلك ايميل بمجرد ما تبعت الاكسترنال or employee invitation، بمجرد ما توصله الانفيتيشن ويقبل حتوصلك notification through email يقول لك خلاص الستيك هولدر خلاص he accepted the invitation وهو معك already، هو معك already في التيم أو في المشروع involved already. عندك اليو license it's available، توصلك notification إذا حبيت تعمل extend or extension للlicense. زادت مسؤولياتك، زادت مشاريعك، تقدر تعمل extension. license quota has been exceeded، يعني استعملت كل شيء، تبعت لك يقول لك خلاص استعملت كامل license اللي عندك. إذا واحد مثلا user has requested to join your organization، يقدر يوصلك إيميل تحب تعطيه key or license، ولا تحب تقول له لا، ولا زي ما تحب يعني. هذه بالنسبة عفوا التيكلا online administration tool و details license، يعطيك حتى التيكلا ID، يعطيك حتى التليفون number اللي هو الخاص بالشركة، يعني تقدر تدخل address الشركة تمام. بس يعني طيب قلنا بالنسبة التيكلا أونلاين سبسكريبشن، ماي تريمبل سبسكريبشن تشيك فور أبديت لايسنس، خلينا نعمل كليك ونشوف. أنا وعدكم يا جماعة نشوفها بالتفصيل، نفس الشيء حيوديك لهذه اللي هي شو اسمها الأدمينستريشن. طيب قلنا في مرحلة برمجة المشروع أو تحضير البلاتفورم أو أرضية المشروع، من بين الأشياء اللي تعملها أنه
بعد ما تدخل المشروع وتشيك اللايسنس اللي عندك وتشوف هل عندك اكسترنال ستيك هولدرز، تحضر امورك تمام التمام، تدخل في شيء اسمه شو النيمينج كونفنشن، وهي مهمة جدا لانك خلاص حتدخل حاليا في الايزو. طيب احنا وش عملنا؟ بالنسبة للاكونت ادمنستريشن عندك، تشوف المشاريع اللي موجودة عندك. دقيقة بس. طيب هذه المشاريع اللي عندي ايجيا، اذا حطيت يوروب ما يطلع لك ولا شيء. هذه المشاريع الموجودة حاليا which is active. تمام. راح تشوف اليوزرز، internal users واحد بس، يعطيك حتى سكتش اب فري. تمام. وش عندنا الثاني؟ وعندنا البروجكت شفنا، وعندنا البروبرتي سيتس. طيب في البروبرتي سيتس نحن خلينا نقول يبدا الشغل بتاع الصح. طيب في البروبرتي سيتس عفوا، عندك حاجه اسمها الفايل اتريبيوتس، وعندك البروبرتي سيت لايبريز. انت وش راح تبرمج؟ انت وش راح تبرمج؟ تدخل اول شيء على حاجه اسمها الفايل اتريبيوتس، تعمل كليك. ايوه وش عامل انا؟ عامل ميتا داتا تمبلت لايبرري باي ايزو 19650 انفورميشن كونتينر اي دي. نعمل كليك. بمجرد ما نعمل كليك راح تصير عندك البوسيبيليتي انك تبرمج او تعمل فايل بروبرتي سيت بيزد اون ذا ايزو 19650. طيب الناس الفاميليير او الناس اللي متعودين على النيمينج كونفنشن بيزد اون ذا ايزو 19650 اكيد راح يعرفوا ايش معناها كود. اذا عملت كود راح تشوفوا انه S0 S1 S2 S3 حتى ال CR. تمام. وراح نشوف النيمينج كونفنشن راح اتكلم عليها على السريع يعني اكيد، وراح نشوف الديسكريبشن، يعني ديسكريبشن فور ايتش كود اللي هي شو اللي هي سويتابيليتي. تمام. سويتابل فور authorization, suitable for coordination, for information, etc. يعني ال naming convention هذه راح تربطها مع الفايل. عندك ال revision اوكي، وتكتب default عفوا text، سواء text عفوا سواء P01 or -01 or P01 if it's shared or P0101 if it's work in progress، وتشوف ال edited by حتى ال rejection date. هذه النيمينج كونفنشن لازم لازم تشتغلوا عليها. يعني بصراحه مانيش حاب نعمل نيمينج كونفنشن ثاني انا ما تقدرش، لانه عندك نيمينج كونفنشن واحد، كل ما تغير لازم تعمل لها بابليش، كل ما تغير لازم تعمل لها بابليش. بمجرد ما تعمل لها بابليش ات ويل بي ابديتد اوتوماتيكلي، وحتنزل بريفيجن، تنزل بريفيجن جديد اللي هو انا نذكر قبل ما ندخل كان 17، قبل ما ندخل كان 17. خلينا نخرج ونعود نرجع بروبرتي سيت، كان 17 صار الحين 18 زي ما شايفين، صار الحين 18 اللي هو الفيرجن نمبر 18. البروبرتي سيت لايبراري هذه نخليها لما نروح نتكلم عن نتكلم عن ال 3 دي فيور باي ديفولت، وكيف نستعملها في السايت، وكيف نستعملها في من اسمها باين في البروبرتي سيت لما نعمل selection element or family or the model itself. حتبرمج انت property set اضافة للproperty sets اللي موجودة اصلا في البيم model. راح تعمل property set خاص بيك، وراح نشوف كيف تعملها يعني. تمام. وكيف تضيفها وت add property etc etc etc، وتسمي property و add value، وحنا نربيكم كيف تعملوها مع بعض يعني، نعمل live workshop. طيب بس مش الحين يعني، لانه هذه تقدر تبرمجها من بعد يعني، راح اخليها من بعد لانه هذه during the modeling phase تقدر تعملها يعني، مش مهم نعملها حاليا. تمام. طيب هذه باختصار شديد Trimble Connect web browser. طيب خلينا نروح نشوف Trimble Connect desktop. Trimble Connect desktop زي ما شايفينه، بمجرد ما تعمل له setup راح يفتح لك تقريبا نفس اليوزر انترفيس اللي هو الويب براوزر. سامحوني دقيقة يا جماعة، هل نسيت شيء؟ ممكن مانيش حاب ننسى، حاب نمر عليه بالتفصيل يعني. وش نسيت؟ طيب وش عندي؟ اوكي
طيب تقريبا شفنا كل شيء، خلينا نشوف هذا، راح نرجع له، راح نرجع له بعد شوي يعني، او سيشن 2 مشان نشوف مشروع حقيقي يعني كيف يكون توزيعة المشروع الحقيقي او existing project in the platform. طيب تقريبا شفنا كل شيء، خلينا نروح ل Trimble Connect Desktop Application. زي ما شايفين على فكرة يا جماعة، هذا من المشاريع it's existing it's running projects، موجودين فعلا هذا من المشاريع، ندخلوهم شوي 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 باش نتعود على موضوع السي دي. زي ما شايفين اوتوماتيكلي تكريت البيم ارابيا بروجكت، اذا ما شفتوش عندك يعني، اذا شفته ما طلعش عندك في الديسكتوب ابلكيشن، دي الحاجه اللي انا اسمها سينكرونايز بروجكت لايبرري. بمجرد ما تعمل سينكرونايز راح يعمل سينك وينزل عندك المشروع اوتوماتيكلي. طيب في شغله، وخصوصا هذه الملاحظه للناس اللي عندهم، اللي دقيقين الملاحظه فيكم يا باش مهندسين، شو الفرق ما بين هذا الكارد والفرق ما بين هذا الكارد؟ طيب احجاوبكم على السؤال، هذا نفس الشيء بس نحن يقول لك this project exists both locally and in the cloud. ايش معناها هذه؟ لا خلينا نشوف الثانيه، بس نحن يقول لك exists only in the cloud، exists only in the cloud، يعني هذا it's not synchronized yet، يعني مش موجود عندي في السيرفر او في اللابتوب او عند تيم ممبرز في اللابتوب الخاص بهم. يعني بمجرد ما تعمل سانكرونايز راح ينزل في تريمبل كونكت وراح ينزل عندك في اللابتوب، تمام؟ هذا مازال في الكلاود بدليل انه عمل لك رمز في الكلاود، وراح نشوف كيف نعمل له سانكرونايز وينزل عندي في اللابتوب، وراح نشوف كيف لايف ينزل عندي في اللابتوب، وشوفوا امر رائع بصراحه. الشيء الثاني انه خلينا نفتح المشروع هذا، اوكي؟ خلينا نفتح المشروع ونشوف. الشيء الثاني انه الديسكتوب ابلكيشن تريمبل كونكت ديسكتوب ابلكيشن اتس نوت يوزفول ويزاوت 3 دي موديل، يعني تقريبا، يعني تقريبا اذا سمحتوا لي على الكلمه، تقريبا اتس نوت يوزفول ويزاوت 3 دي موديل، لانه حاليا ما عندي ولا موديل يعني، بس تقريبا الفولدر ستراكشر نفس الشيء زي ما شايفين، اتس نوت يوزفول. يعني خليني افتح لكم مشروع بالتريمبل كونكت ديسكتوب، تمام؟ خلينا نعطي بس لمحه سريعه، انه عارفين انه created on project created by last modification date. You can view online، ياخذك مباشره على الويب براوزر زي ما شايفين، تمام؟ You can invite users to the project، من هنا تقدر تعمل creation للتيم، تقدر تشوف الاكتيفيتيز اللي عندك مباشره، ياخذك على Trimble Connect ويب براوزر وتشوف التو دو ليست. هذا التو دو ليست تقدر تعمل لها عفوا شو اسمها فلتريشن، شوف ان بروجرس، اوكي؟ تقدر تعمل لها كلاسيفيكيشن عفوا باي بريوريتي، كلاسيفيكيشن باي تايب، ها ريكوست، تقدر تعمل كلاسيفيكيشن باي كريشن ديت، ها ثيرزداي، كليك اوب تطلع لك، تعمل سيرش اساين تو مي، اساين كريتد باي مي، اول كلها اساين باي مي كريتد باي مي زي ما شايفين. يعني اذا كان عندك a lot of to do's list تقدر تشوف assigned to me or created by me or all. الفلتريشن او الفلتر راح يبان معاكم صح. يعني جينا هنا، اوكي عندك خلينا نشوف ال this is the sign out، اوكي الريجسترد ايميل، وجينا هنا الاوبشن عندك الجنرال، راح تشوف جنرال خلينا نقول settings about the project the point clouds اللي هو الفايل لوكيشن باي ديفولت، وراح نشوفوا كيف تريمبل كونكت يعمل ديكود للبوينت كلاود اللي هو الـ E57. هو ما يعملش ديكود للريكاب او الـ RCP، هو يعمل يقرا باي ديفولت الـ E57 بوينت كلاود. General user interface control size يعني tablet or normal زي ما شايفين تغير، يعني هذه مجرد بس يعني settings خاصة بالproject or user interface. عندك unit system metric imperial US imperial fractional decimal metric، عندك نفس الشيء units measurement graphics سواء edge line سواء dev billing، الكاميرا انيميشن تايم تقدر تزيد فيه تنقص فيه بخصوص الانيميشن، لانه على فكره تقدر تعمل انيميشن
تريمبل كونكت ديسكتوب راح تشوفوا البروكسي هذه تبع السيرفر، خليها دائما انتشكت يعني كلوز. طيب شفنا على السريع اليوزر انترفيس الخاص بتريمبل كونكت ديسكتوب ابلكيشن. خلينا نفتح مشروع على السريع فقط. طيب هذا المشروع اسمه The Family Tower، واحد من مشاريع الفام هولدينج LLC. طيب المشروع هو عبارة عن بناية G plus 5 plus 25. زي ما شايفين total الفلورز اللي عندي or levels هما 30 levels، 30 طابق excluding أكيد الميكانيكال فلور. تمام، هذه الفولدر ستراكشر اللي حاليا احنا شايفينها يعني الانسب للمشروع، قادر نغير فيها يعني اكيد. هنا زي ما شايفين add folder to selected folder، يعني تقدر تغير اماكن الفولدر. you can add file to selected folder، تعمل كليك وتختار الفايل. تقدر تعمل upload all files to server، تقدر تعمل download all files from server، تقدر تعمل view only the selected content. طيب في السي دي او تقسيمة السي دي احنا مقسمينها زي ما شايفين work in progress, shared, published and archived. خلينا نشوف الwork in progress وش عنا كفايلز. عنا الarchitectural model، عنا الMEP وعنا structural وعنا الcut files which is details drawings، الghost model، linked CAD model. طيب خلينا نفتح الarchitectural model وش عنا. عنا الاركيتكتشرال مود، عندنا دي دبليو جي، طيب مش مشكله، وعندنا الاي اف سي وعندنا الريفت وعندنا الاي اف سيز. طيب انتم شايفين عندنا 3 اكستنشنز او 3 فايل تايبس. عندنا الاوتوكاد، الاي اف سي، وما اجمل الاي اف سي بصراحه يعني، وعندنا الريفت وعندنا الاي اف سي الثاني اللي هو الاي اف سي عندنا 1 2 3. طيب اذا جربت افتح الكاد فايل هذا وش نعمل؟ نعمل دبل كليك يحمل. طيب افتح لي من فضلك. اوب راح يفتح لي الكاد فايل، يعني عندك البوسيبيليتي قولوا معي بتريمبل كونكت ديسكتوب بوسيبيليتي انك تشوف الكاد فايل 2D drawings. جميل صح، ممتاز. عندك البوسيبيليتي تشوف ريفيت، عندك البوسيبيليتي تشوف ريفيت، ما بعرف خلينا نشوف. دبل كليك او يحمل في الريفت، شايفين لودينج موديل. طيب نستنى. طيب وين الموديل؟ مش موجود الموديل، عجيب. وين الموديل؟ ما زال يحمل، مش موجود الموديل. تتذكروا لما حكيت لكم في السيشن 1 انه في عندنا بلوجين تابع للريفت تريمبل كونكت، اللي الشرط الوحيد مشان تشوف الريفت موديل في تريمبل كونكت او في سي دي بلاتفورم لازم تعمل له بابليش. ما دامك مازال ما عملتلوش بابليش يعني اتس نوت اوثورايزد باش يتشاف من عند الناس اللي تستعمل سي دي. تمام، وراح نعمل عليها اكسرسايز اكيد. الاي اف سي اكيد الاي اف سي راح يتشاف لانه اتس شيرد باي ديفولت. زي ما شايفين هذا الاي اف سي موديل اللي وردناه اكيد من 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 ريفت او من نيتيف موديل اللي هو الريفت. تمام، هذا اليوزر انترفيس او 3D براوزر اوف ذا تي سي ديسكتوب ابلكيشن. خليني نشوف شغله معينه اللي هي طيب نتكلم على السريع عن اليوزر انترفيس. مهندس سليم مثلا عندي الوقت او طولت؟ لا مع حضرتك، مازال عندي الوقت صح؟ لا مع حضرتك، انا مستمتع بالمحاضرة. الله يسلمك يا رب. الله يكرمك. طيب امين وياك. طيب نعمل بس على السريع يعني اكسبلينيشن بسيط على اليوزر انترفيس بتاع 3D فيور اللي خاص بالتي سي ديسكتوب ابلكيشن، وفي اختلاف كبير بينه وبين 3D فيور الخاص بالويب براوزر. طيب بس انا نفضل نبدا بالويب براوزر قبل 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 التي سي ديسكتوب. طيب اعملوا هولد على هذه وخليني احنا نرجع لكم لها من بعد. طيب الابلكيشن الثالث احنا شفنا شو؟ شفنا
الويب براوزر اللي هو هذا، وشفنا ديسكتوب ابليكيشن اللي هو هذا. تمام، يعني عرفنا الحين كيف نعمل نافيجيشن على التو بلاتفورمز او على التو تريمبل كونكت بلاتفورم، تمام، او ابليكيشن. وعندنا اللي هو هذا اللي هو تريمبل كونكت سينك. تمام، تريمبل كونكت سينك من دون هذا ما نقول لكم مش ضروري تستعملوا، يعني ما في ولا فايده انكم تستعملوا تريمبل كونكت، لانه اي حركه تتم في المشروع، اي حركه تتم في المشروع without doing synchronization ما استفدنا ولا شيء. حركه المعلومات اللي راح تتم ما بين all the team members، المحرك او القلب النابض هي التريمبل كونكت سينك. فرضا حاليا المزرعه تاور شغالين او الام اي بي مودلر سبيشاليست which is from Parsons ساكن في عمان. تمام، ساكن في عمان، من المفروض يكون خلص، ممكن يكون حاضر معنا في المحاضره المفروض يكون خلص الاتش باك مودل. انا في بالي انه خلص، ها، وقال لي نخلص لك الاتش باك مودل اليوم، خلينا نشوف، حاعمل سينك شوف هل خلص ولا لا. أعطوا شوية وقت بس، لأنه كم هائل من المعلومات يعني لي. أيوة، ممتاز، المهندس المحترم الـ MEP Modeler قبل ما يطلع أو بعد ما خلص الشغل عمل Synchronization. بمجرد ما عمل Synchronization، أنا حاليا عملت Synchronization، نشوفه باللي المزرعة تاور Naming Convention Farm Holding Z1XX M3 based on the naming convention H3D model HVAC 0001 rivet. وش نعمل انا؟ نعمل sync now. بمجرد ما نعمل sync now راح ينزل المشروع عندي، وراح يتحدث اوتوماتيكلي عندي في اللابتوب، ويتحدث اكيد في تريمبل كونكت. طيب زيد نعمل sync، يعني الاكتيفيتي الوحيده اللي صارت هي الـ MEP Modeler أو Specialist خلص موضوع الـ HVAC. تمام؟ عندنا احتمالين للموضوع. إذا فرضاً رحت للمشروع الفاميلي تاور وعملت سينك، خلينا نشوف شو الأكشنز اللي تمت. الفاميلي تاور واحد من الإنجينيرز حمل سايت ريبورت اللي هو ويكلي ريبورت نمبر 2. تمام؟ خلينا نعمل سينك. طيب صار عندي ريبورت في اللابتوب، اوكي، او في السيرفر خلينا نقول، وصار عندي في التريمبل كونكت ويب براوزر. طيب خلينا نشوف سنو تاور هل في سينكرونايزيشن او لا، في شيء او من في اكتيفيتي which لا. طيب احنا نرويكم شغله بسيطه بس، بمجرد ما نعمل سينكرونايزيشن حيوصلني ايميل. وينه؟ راح يوصلني ايميل يقول لي انه تم synchronization. اوكي، the family tower synchronize the project the file. مين اللي حمل المشروع او مين اللي عمل الريبورت؟ هو واحد اخ اسمه محمد، مهندس محترم محمد جمال، يعني حمل الريبورت. يعني انا جالس في المكتب او البرة او كذا، توصلني notification انه تم تحميل الريبورت في تريمبل كونكت، توصلني نوتيفيكيشن، ونقدر نشوف ثرو ذا موبايل، يعني على فكره، يعني بس مش ينزل عندي في اللابتوب او في السيرفر، لازم نعمل شو اسمه، نعمل سينك. طيب السينكرونايزيشن امرها بسيط جدا، يعني اول حاجه عندك اتس سمول، يعني يوزر انترفيس، عندك البروجكتس موجودين، عندك اكتيفيتيز. زي ما قلت لكم يا جماعه، الاكتيفيتي مهمه جدا في تريسيبيليتي، راح تشوف السينكرونايزيشن اللي تمت بالكامل. تقدر تعمل sort by size sort by date، تمام، على حسب، يعني show filter، اوكي. تقدر تعمل all stages which is اللي صار فيهم errors، هذه صار فيهم errors، تمام. تقدر تشوف لي cancelled، تمام. تقدر تشوف حتى لي
كومبليت الكومبليت كثير اكيد تقدر تشوف حتى ديليت. ديليت وش معناها يا جماعة؟ ديليت الاكتيفيتي هي اللي ديليت، يعني مش يعني في سينكرونايزيشن دورينج ذا سينكو صار ديليت، لا انت تعمل ديليت للمشروع تشوف شو الاكتيفيتي اللي تمت. انا عملت ديليت للمشروع، عملت سينكرونايزيشن، عمل هو سينكرونايزيشن للديليت، يعني شالوا من عندك من التريمبل كونكت وشالوا من عندك من اللابتوب. فهمت علي ولا لا؟ خلينا نشوف all stages all project، تقدر تختار المشاريع اللي حاب تشوف شو سويت كسينكرونايزيشن في المشاريع. فرضا اذا اخترت انا the snow هذه بس يعني سينكرونايزيشن مش كثير اللي فيه. all completed يعني hide all their folders or activities يعني كلهم older. تمام طيب schedule full project sync. عندك filtration يعني تقدر تتحكم فيها يعني زي ما تحب. اوكي يعني مفترض ان انت جاء في راسك نهار وحصل مشكل معين مهما كان هذا المشكل، والله يحب تعمل disability للسينك اكتيفيتيز اللي تمت في المشروع في مشروع معين، تجي للسينك اكتيفيتيز وتشوف شوف 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 عشان تعمل انت ريبورت اللي عندك، لانه غالبا احنا عارفين في البيم انفايرمنت صايره مشاكل كثير خصوصا في الكوميونيكيشن. واحد يقول لك لاني قلت لك وانت لاني عملت وانا ما عملت وانت عملت وكذا واني ارسلت لك ايميل. انت حتضبط كامل هذه المشاكل اكيد بخطه مضبطه ومحكمه من عندك ثرو السي دي بلاتفورم. تمام طيب قلنا هذه المشاريع اللي عندنا، اكيد نفس الشيء للسيرفر او اللوكيشن، المشاريع حيكون عندك في كل البلاتفورمز في كل الابلكيشنز. يو كان سيرش فور ا بروجكت، اذا كان عندك مئات المشاريع تقدر تكتب اسمي، يعني ما تقدرش تدور تنزل سكرول داون لا تكتب اسمه يطلع لك مباشره. وش عندنا؟ قلنا سينك اكتيفيتي شفنا، عندنا هذه وعندنا بريفرنس. خلينا نشوف البريفرنس وش عندنا. الالرت تحب تجيك alerts وتجيك نوتيفيكيشن اذا كان سينك كونفليكتس ايرور كومبليشن يصلك نوتيفيكيشن. عندك البروكسي اللي هي السيرفر خليها زي ما هي. عندنا سينك number of parallel uploads download، يعني تحب تحمل مثلا او تعمل sync parallel syncs يعني في نفس الوقت، عندك possibility عندك 1 2 3 عفوا 4 وداونلودز عندك 2 4 8. الفلتر تقدر تعمل add new filter بالنسبه لل activity or بالنسبه يعني الفلتريشن اللي شفناها من شوي هذه. اي شغله مهمه الثانيه. طيب انا كريتت مشروع جديد، انا بصراحه مش عارف وين البيم ارابيا بروجكت. طيب خلينا نقول ريفرش. ايوه هاوليك هاو ريفرش. طيب مرات لازم تعمل ريفرش يا جماعه، مرات ما يطلع لكش اوتوماتيكلي. طيب حاليا انا المشروع مازال في الكلاود، هنعمل بس اكسرسايز لايف اكسرسايز على المشروع ونشوف كيف نعمل سينكرونايزيشن، واذا ضفت فايل كيف ينزل عندك في الكلاود وفوق في السيرفر. طيب حاليا في عندنا شيء اسمه ادفانسد. بمجرد ما تعمل كليك اوكي هذا الادفانسد يطلع لك فول بروجكت سينك. اذا عملت سينك راح ينزل عندك هذا المشروع في اللابتوب او في الجهاز اللي حاليا فاتح فيه تريمبل كونكت سينك. طيب انت كبروفيشنال يعني مش من المعقول تعمل سينك مباشره، لازم تعرف وين رايح هذا الفولدر وش هو الفولدر باث، يعني بعد تبقى تدور عليه ممكن تسيب عندك في السي، حصل لا قدر الله مشكل سي حصل فيه دروب، تروح لك الداتا بالكامل من السيرفر بس تبقى في الكلاود اكيد. وهذا الشيء الجميل انك الداتا عمرها ان شاء الله ما تروح، تبقى عندك في الكلاود، تروح من عندك في من اللابتوب او من الكمبيوتر الخاص بيك او whatever بس تبقى عندك في الكلاود. بس فرضا صار عندك دروب في السي، حاول انك كبروفيشنال كانسان يعني عارف وش تعمل، you have to edit the synchronize or the full project synchronized path by going للايديت هذه. تعمل كليك تطلع لك حاجه اسمها the schedule name على سبيل المثال، تقدر تسميه اسمه او اسمه full project sync عفوا.
عندك four options of synchronized direction. It's bidirectional اللي بينك وبين all the team members، يعني هو يعمل sync وانت sync. عندك في الابلود only تعمل sync، في الداونلود only، وعندك في اللوكال ترانسفير. يعني بمجرد ما تعمل sync هينزل فقط، اذا كان عندك لوكال ترانسفير ينزل فقط في السيرفر. طيب يقول لك هنا في البي دايركشنال، بي دايركشنال سينك ترانسفيرز نيو اند تشينج داتا فروم بوث ذا سيرفر اند يور لوكال كمبيوتر. يعني عندك ابلود اونلي، ابلود اونلي وان عفوا سينك نيو اور تشينج داتا فروم يور لوكال تو ذا سيرفر، لما تحمل من عندك من الكمبيوتر للسيرفر اور الكلاود بيس، قصده الكلاود، حيصير سينكرونايزيشن تم فقط في الاوبشن او في الاوبريشن هذا. داونلود اونلي، داونلود اونلي وان سينك نيو اور تشينج داتا فروم سيرفر تو يور لوكال كمبيوتر. يعني وعندك لوكال ترانسفير اللي هي which is for local transfer، يقول لك use this option if you want to have the project on the server match your local computer. يعني غالبا الناس ما تستعملش اللوكال ترانسفير لانها حصير في لخبطه ما بين السيرفر واللوكال كمبيوتر. غالبا الناس تمشي هي بي دايركشن اللي ماشيين بيها احنا حاليا. انا انصحكم بهذه فقط على حسب بعد استراتيجيتكم. يعني اذا شايف انك بعد ابلود اللي تمشي معك يمشي ابلود، اذا شايف داونلود او اللي تمشي معك، اذا عندك يعني اي تي مثلا واحد شاطر اي تي تقدر تعمل لوكال ترانسفير على حسب. يعني وين خلي دائما خليها دائما مانوال، اعمل سينكرونايزيشن مانوالي احسن يعني. والا تقدر تبرمجها اورلي، ديلي اور ويكلي. اذا اورلي every 15 minutes every 30 minutes كل 12 ساعه تعمل سينكرونايز. اذا ديلي تعطيه الوقت متى تعمل لك سينكرونايز، الوقت المعين مثلا كل يوم على العصر تعمل سينكرونايز. برمج مثلا توقيت لما تكون طالع من المكتب او لو تكون اول ساعة دوام. ويكلي ساندي اون ساندي ات، كل اسبوع في يوم معين كذا تعمل سينكرونايزيشن. بس انا افضل نعملها مانيوال، بس انتم عندكم الاوبشن هذا انك تسويها يعني زي ما تحب، يعني انت حر. جينا النقطة المهمة جدا اللي هو بروجكت لوكيشن. انا حاليا عامل لي اياه باي ديفولت في السي في مشروع اسمه بيلال دريدي كذا تريمبل كونكت سينك انجينيرينج. وهذا صراحة يعني من الأشياء اللي لازم تنتبهوا لها يعني عشان تختاروا الفولدر الفولدر path location. تعمل براوز وتختار له، خلينا نختار له مكان في السي عفوا في الدي. اوكي في الدي نعمل create new، سميه بيم عربية project. اوكي او بيم عربية project، صار عنا الفولدر باث بيم عربية project. خليكم اعملوا hold هنا وشوفوا معايا في الدي هل عندي، شوفوا one by one المهرة resort بيم عربية project، عندي فقط بيم عربية project صح. it's this folder it's empty صح، شايفين. اوكي تمام، خلينا نروح للسينكرونايز. طبيعة الحال عندك الفولدرز، شوف الفولدرز اللي موجودة في الكلاود زي ما شايفين the cloud، بس ما عنديش في الـ في الـ في الـ في الـ في اللوكال بي سي أو لابتوب أو كمبيوتر. وعندك تعمل الفلتريشن نفس الشيء والاليرتس زي ما شفناها من شوي. اوكي بمجرد ما نعمل سينك حيعطيني البوسيبيليتي هل تعمل سينك الكامل للمشروع او عندك فايلات معاونه. انا اقول له كامل المشروع ونعمل سينك. اوكي بمجرد ما عملت سينكرونايزيشن جينا هنا البيم ارابيا ونشوف اوه نزلوا كامل الفايلات عندي. نفس الشيء يصير اذا عملنا، اذا كنا نشتغل في ان كولابوريشن انفايرمنت، بمجرد ما تعمل خليني نقول موديفيكيشن في فايل او خلصت شغلك انت تعمل سينك، حيتحدث عندك انت كشخص يتحدث عندك او كتيم ممبر في اللابتوب، والاذر تيم ممبر لما يعمل سينكرونايز راح يتحدث عنده بطبيعه الحال. طيب احنا عندكم اكسرسايز بسيط جدا، خلينا نعمل كرييت نيو وورد فايل تسميه تيست.
داخل اللابتوب، ها نسميه بيم عربية ماجازين، اوكي اوكي بيم عربية وبنارس. اوكي ونسيب الفايل، سكر الفايل. طيب انا كريت فايل جديد صح؟ طيب الفايل هذا التست، خليني نشوف هل موجود في الكلاود او لا. وين؟ مش موجود، شايفين مش موجود. حتى ولو اعمل ريفرش شوف هل هيجي ولا لا. حتى ولو عملت ريفرش ما جانيش، ليش؟ لاني ما عملتش سينك. طيب هنروح للسينك، نعمل سينك، هتشوف اخر فايل نضاف عندك في الفايلات. خلاص يعني الفايلات القديمه اتس دان، عملت لها سينكرونايزيشن خلاص، ما بقاش تخرج عندك كل مره تخرج، لانه ممكن توصل الاف الفايلات، يعني مش كل مره يطلعوا لك الفايلات. تعمل سينك خلاص، يو كلوز ذا ايشيو، اي فايل جديد ينزل عندك تعمله سينكرونايز يطلع لك في الليست هذه. نعمل سينكرونايز ونشوف هل يطلع لي هنا او لا. ما طلعش عندي صح، خلينا نعمل ريفرش. 1 2 3 4 اوب، يلا طلع عندي دوكيمنت تيست. تمام. طيب فرضا فتحت الفايل، اوكي حاليا خلينا في السينك. اوكي حاليا لما اعمل سينك في بيم ارابيا بروجكت، nothing no changes to sync. اوكي كانسل. طيب خليني راح نفتح الفايل اللي هو شو اسمه هذا تيست. وش نعمل؟ ونخليه مثلا لونه احمر، كبر شوي، حط له خط، شطب كذا، اي شيء. ها سيف، سكر، راح نعمل سينك. هطلع لي شغله انه في شيء تغير ولا لا؟ والله خلينا نشوف. طيب ممتاز، نفس الشيء، كل ما تغير في الريفت فايل، كل ما تقدمت في المشروع، كل ما تقدمت في الارشيكاد، اي شيء، اي بيم موديل، بعد ما تغير فيه وتسكر تسكر الفايل، اهم شيء انك تسكر الفايل، راح يجيك الموديفيكيشن، راح تطلع لك باي ديفولت هنا. بمجرد ما تعمل سينك التغييرات اللي تعملها هنا راح تنزل عند كامل التيم، all the team or all the project team members. طيب هنعمل تيست بسيط، وشغله هذه لازم تنتبهوا لها. يعني فرضا خلينا نعمل كذا، done 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 كذا، اوكي سيف، مازال فتح الفايل ونعمل سينك في نفس الوقت، حيطلع لك حاجه اسمها ايرور، يقول لك ما نقدرش نعمل سينكرونايز الحاجه مفتوحه. وش تعمل انت؟ you can skip open files، او لازم تسكر هذا شو اسمه وتحاول تعمل سينكرونايز من اول جديد. بمجرد ما تسكر الفايل يقدر يعمل لك سينكرونايز اكيد، تعمل سينك، تنزل التحديثات اوتوماتيكلي عند كامل البروجكت تيم ممبرز وكامل الستيك هولدرز. طيب هذا بالنسبه للبيم او تريمبل كونكت سينك. طيب السيشن هذا يعني انا شايفه انه كان سيشن تقديمي فقط، اتمنى انه صارت عندكم فكره عن موضوع تريمبل كونكت بثري بلاتفورمز. في عنا البلاتفورم الرابع، اوكي، وفي عنا البلاتفورم الخامس، خليني بس نتكلم عليهم على السريع لانه ان شاء الله السيشن 3 راح تكون على كيس ستادي. اوكي عندنا حاجه اسمها شيرنج، ستيتو شيرنج، هذه راح تكون في البيزنس بريميوم فقط. اوكي انا اظن انه في المثال التطبيقي راح اشوفها احسن واحسن. هي تبان لكم باللي وايت بورد او امتي بورد، بس هي فيها اشياء كثيره للداخل، بس نخليها لكم مفاجاه ان شاء الله سيشن 3. طيب ما بين ما تفتح الريفت فايل، خلينا نفتح 3D براوزر اوف، خلينا نختم به بس السيشن 2، نحكي على 3D براوزر اوف تريمبل كونكت ويب براوزر. اوكي
3D Viewer often off Trimble Connect web browser. تمام. وين في Work in Progress Architectural Model. اوكي خلينا نشوف الـ IFC. افتح الـ IFC. طيب هذا الويب براوزر 3D Viewer. اوكي ثواني بس يفتح. تمام هذا الـ 3D Viewer. مرات يقول لك a new version is of the app is available. اعمل refresh. بس ما تنسوش في حركة يا جماعة انه دائما في update و available version في الـ في الـ في Trimble Connect. مرة 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 اعملوا clear للكاش فايلز لانه في بعض الاوبشنز ما تطلعكمش يعني يبقى ماسك في الفيرجن القديم. حاولوا مرة على مرة تنظفوا الكاش يعني فايل. تمام. طيب هنشوف بس لفة سريعة على الموضوع Trimble Connect. اول شيء بالنسبة لل 3D Navigation يعني فرضا هذا ضاع لك ال 3D فايل وتشغلت تعمل Reset Model حيرجع لك زي ما كان يعني اكيد. عندك حاجة ما تسمى بالModel Transparency. Transparency عفوا فرضا اذا انت مثلا دخلت IFC في IFC وفتحتهم مع بعض يمكن هذا الموديل ترانسبرنسي تعمله مشان تشيك كورات تشوف شو الهيدن اوبجكتس. عندنا هنا حاجه اسمها شو هيدن اتاتشمنت. اذا عندك اتاتشمنت راح يبان عندك وراح نشوف شو شغله الاتاتشمنت وين فعلا از فيري 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 يوزفول راح نشوفها اكيد. عندك شيء اسمه شو هايد انستراكشن. اوكي عندك حاجه اسمها توجل جوست مود على سبيل المثال هذه لما نعمل hidden object. خلينا راح نشوفها هذه. عندنا show all objects اذا عملت مثلا hide show all objects. اوكي خلينا نحكي على هذا وبعد نحكي شو تقدر تسوي لما تعمل selection. طيب عندنا الاورتوغو or perspective. تشيل الاورتوغو ترجع لك perspective عادي. top view back right مش عنا ثاني bottom. اوكي ضعت لما تضيع في النافيجيشن reset model سهلة جدا. تمام خلينا نمشي او نطلع درجة شوي في حكاية التودو. هذه شو هذه التودو. فرضا انت تعمل في الموديل checking شايف باللي لون متغير. عجيب ليش كامل الالوان نفس الشيء وهذا متغير. اوكي طيب ما عنديش حتى مشكلة نعمل تودو ونكتب 3D or structural model issue على سبيل المثال. مجرد مثال فقط يا جماعة يعني أنا مانيش ال slab or concrete slab color different. اوكي في حتى الكوريكتر يعني due date clarification لازم يعمل اياها مثلا خلينا نقول 17. priority critical assigned person who بلال. type its issue tag its structural. اوكي this is to do, okay, save. أنت created issue, تمام؟ created issue when تقدر من بعد somehow تقدر من بعد تصدروا إلى BCF وتقدر تشوف الإيشيو في الريفيت موديل وراح نشوفها مع بعض إن شاء الله. هذا الإيشيو created بالنسبة للموضوع structural model. رح يوصلني أنا إيميل. سكر هذا وسكر هذا وافتح إيميل بلال دريدي وافتح إيميل بلال دريدي من هنا. هذا رح يوصلني أنا notification ك architectural or structural modeler. تفتح يقول لك title structural model issue concrete slab color different تشوف to do. خلينا نروح نشوف ال to do. نسكر هذا 3D viewer
وكأني أنا الستراكشرال موديل. ها طيب ستراكشرال موديل ايشيو. طيب خلينا نفتح، راح يطلع لك السكرين شوت. اوكي تعمل كليب كليك عفوا بمجرد ما تعمل كليك على الموديل تعطيه شوية وقت. 1 2 3 بوم، ياخذك مباشرة على الايشيو. طيب وش طالب هذا البيم مانجر او البيم كوردينيتر؟ ستراكشرال موديل ايشيو. اوكي وتقدر ترجع له لانه انا نفس الاكونت بطبيعه الحال، ما يعطينيش البوسيبيليتي انه في الـ في الـ في الثري دي فيور اني نغير نعمل بروجرس وما بروجرس، بس انت تقدر بس في الويب براوزر يقدر يعطيك البوسيبيليتي. تبدا تشتغل على الموضوع، عندك تو اوبشنز، يا اما if it's the problem well located يعني وعارف وين المشكل، تقدر مباشره تروح الريفيت موديل وتعدله وتعاود تحمله من اول جديد اي اف سي بريفيجن جديد. الاوبشن 1. اوبشن 2 الاي اف سي هذا عفوا الايشيو هذا تقدر تعمل له وش تقدر تعمل له يا ربي، وش تقدر تعمل له اكسبورت عفوا تو بي سي اف. اذا عملته اكسبورت بي سي اف يقول لك اكسبورت بي سي اف يتاخذ اتس ان اندر بروسس ويل نوتيفاي يو باي ايميل. توصل لك بي سي اف وتروح تفتحها عفوا بالريفيت تفتحها بالريفيت موديل. بمجرد ما تفتحها بالريفيت موديل ياخذك مباشره على الايشيو زي ما اخذنا هنا في الريفيت في تريمبل كونكت فيور 3 دي فيور، وتقدر تحل الموضوع وتعاود نفس الشيء تحمل وش اسمها تحمل الاي اف سي موديل من اول وجديد. طيب هذا بالنسبه لل 3 دي فيور تمام. اوكي طيب بالنسبه للفولدر ستراكشر احنا نرويكم حركه على السريع. اوكي مش ما ننساش. طيب هذا مسكين اللي بعث له الايشيو هذا راح اوكي مش مسكين، بس اذا كان الموديل مور كومبليكيتد كمعماري وكذا اكيد مش راح يفهم ولا شيء لانه هذا ستراكشرال. بس اذا كان يعني ما اعطيته ولا نوتيفيكيشن، ما اعطيته ولا كلاود ولا نوتس ولا شيء، فرضا اذا كان هذا الاركيتكتشرال موديل ايوه عندنا ايشيو. طيب وش نعمل؟ نجي لحاجه اسمها مارك اب اور تكست مارك اب، ونجي نعمل له شو اسمها عفوا سوري سوري هذا مراتي تعبكم شوي، خلينا نعمل هايد فلوتينج. فرضا مارك اب معين. اوكي في عندي هذا بتاع الزوم يطلع كثير. اوكي انا السكرول عندي مش شغال، مش عارف ايش راضي يعمل لي زوم عجيب. خلينا هايد. اوكي خلينا نسكر الموديل نفتح من اول جديد. طيب نستكسر الموديل. بس يعني 5 دقائق بس وسكر السيشن. اللي حبيت نراويكم فقط انه التودو تقدر تعملوه مارك اب بنوتس تكست معين تشرح موضوع. ايوه شغال الزوم. اوكي فرضا هنا وتعمل له اوكي، وجينا هنا تعمل خلينا من هذه وجي تعمل تكست عفوا مارك اب. على سبيل المثال سلاب اون جريد ميسينج. Done. اوكي ممكن تعمل line markup arrow markup.
اوكي جيت تعمل نفس الشيء تاكست عفوا. وفي الحاله هذه الايشيو واضح، تقدر تعمل تو دو جديد تمام سلاب اون جريد وير از ذا سلاب اون جريد انجينير بليز ويك اب على سبيل المثال يعني ديو ديت 17 it's critical assigned to Bilal and defined its issue هذا big issue tag structural خلينا ننزل وش يعطيك يطلع لك by default شفتوا structural بصير تعمل s t r يطلع لك تعمل save يطلع لك الايشو بال نوتس عفوا بالكلاود بكل شيء وتقدر تصلح الايشو اكيد. انا حنحط نوتس شو المشكله اللي عندي وندخل ندخل خلينا نقول المعلومات الميسينج انفورميشن الميسينج بارتس بمجرد ما نسكر الايشو نعمل له مارك از كلوزد يعني ات ويل بي كلوزد اوتوماتيكلي يعني بمجرد ما يعمل انجينير فولفيلينج للريكويرمنتس اور للتو دو. طيب عندنا الاشياء الثانيه اللي هي ميجرمنت على سبيل المثال تقيس منا لمنا كم عادي فرضا انت تقيس من هنا لهنا على سبيل المثال شايف بلي هذا الاسبان عنده فيه مشكل تقدر تعمله ايشيو تعمل له على سبيل المثال كذا. هذا بصراحة الكلاود مزعج جدا تمام وتقدر تعمل تاكس تقول له why it's 6633 على سبيل المثال صح يعتبر هذا ايشيو تبعث له اياه عادي جدا. عندك السنجل بوينت يعطيك الكوردينتس اوف سنجل بوينت مثلا هذه كم يعطيك الكوردينتس اوف سنجل بوينت مش عارف انا في الكواليتي كنترول اور في السايت تشيكين اور فرضا ممكن يتصل فيك المهندس يقول لك والله اعطيني ارتفاع نقطه معينه تعمل كليك وتقول له كذا 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 اوكي او انت في الموديل تشيكينج مش عارف انا كيف حيطلع لك الايشو بس تقدر تطلب كلاريفيكيشن من عند الموديلينج تيم. مالتي سيلكشن اور مود موجوده هذه عفوا خلينا اوكي مالتي سيلكشن اوكي عفوا كذا تعمل مالتي سيلكشن زي الكنترول وزي الشيفت اللي موجوده في الاوتوكاد وكامل السوفت ويرز. عندك اسامبلي سيلكشن إذا كان عندك family or assembly يعمل selection وعندك selection by area mode أي شيء يكون تحت ال rectangle أو إيه rectangle هذا راح it will be selected automatically. عندك rotate pan look around أوكي look around هذه ما نحبهاش بصراحة لا أفضلها rotate أحسن it's more flexible more easy. وش راح نشوف ثاني على السريع هذا نخليها للسيشن 3 هذا راح نخليها للسيشن 3 بس راح نراويكم شغله فقط انه لما تروح الحاجه اسمها المودلز في عندك البوسيبيليتي انك تشوف المودل وحده اتسلف او تقدر تروح الايفريثينج ان بروجكت للناس. او الشيء الجميل او اذا اشتغلت صح من البدايه كمودلينج سواء في الشارد كوردينيتس عفوا او السيرفي بوينت تقدر تشوف حتى اللينكد كات فايلز عندك في ال 3 دي موديل في تريمبل كونكت الوركينج بروجريس الكات فايلز خلينا نشوف اللينكد فايلز اوكي وش عندنا ستراكشرال زي ما شايفين هذم كامل الفولدر ستراكشر كل واحد عنده طريقته في الفولدر ستراكشر على حسب استراتيجيتك يعني اذا فتحنا كامل الكادز راح تشوفوا انهم تحملوا عندي في الموديل تقدر تعمل حتى كواليتي كنترول على الموديل عن طريق الكات فايل باي كومبينيشن بتوين the cut file and your IFC model ممكن يكون عندك ملاحظات على الاكسس اي شيء اوكي. في شغله نسيت نراويكم اياها اللي هي كليب بلان تقدر تنزل تعمل كليب بلان ثاني
كذا، تقدر تعمل vertical or horizontal or على حسب شغلك انت يعني، تعمل كذا بالشغل هذا وتشوف مثلا تشيك تشوف الموديل من الداخل. راح نشوف ان شاء الله ككيس ستادي كيف ما بين اي اف سي ام اي بي اللي هي درينج وستراكتورال، نشوف اركيتكتورال مع ستراكتورال حتى اوضح كامل هذه الامور. زي ما قلنا يعني تقدر تعمل ديليت هايد فلوتينج، هذه تعمل ديليت لهذه، تعمل ديليت لهذه. طيب زي ما حكينا زي ما شايفين انه لازم يكون لينكد كاد فايلز يكون صح، عشان لما تصدر او تفتحهم بالتريمبل كونكت 3 دي فيور يطلع لك صح يعني. فقط هذا اللي عندنا لحد الساعه وحد اليوم. مش عندنا بعد، خلينا نشوف السيتنجز. اوكي خلينا نشوف السيتنجز على السريع. عندك البريفرنس، سواء تغير اليوزر انترفيس، الباك جراوند تخليه اسود زي ما تحب يعني. الجرافيك اند مود سيتنجز، جرافيك ديسبلاي، هاي بيرفورمانس، اوبتيمال كواليتي، الجريدز. الجريدز هذو تبعين تيكلا، تيكلا موديل. اوكي عندك الاي اف سي سبيسز، اذا صدرت انت سبيسز بالاي اف سي على حسب يعني. اوتوماتيكلي لود دي دبليو جي ان توب فيو، اوتوماتيكلي تشينج كاميرا تو بان على حسب السيتنج ستاك يعني. يونتس عندك اليونتس من المتريك، تحب الانش زي ما تحب. الاكستنشنز، الاكستنشنز عن الاورجنايزر وداتا تيبل راح نشوفهم ان شاء الله، اللي هم جايين على الطرف الشمال. عندك البروجكتس تقدر مباشرة تغير من هنا. about Trimble Connect documentation حيعطيك الهلب بالنسبة للTrimble Connect، وهذا إن شاء الله راح نشوفه بكرة. حنتكلم على layers، حنتكلم على الattachment to do، حكينا already. حنشوف الفيو، هذه الفيو إذا حبيت تعمل screen shot add view تمام، تسميها general view. general view اوكي. description AAA shared with no save، مش ضروري shared with، مجرد ما تروح للفاميلي وتشوف وين يا ربي وين وين الفيو حتطلع لك هنا 3 دي فيو و2 دي فيو اللي هي في البي دي اف وما بي دي اف وما شابه ذلك. طيب مش عندنا الثاني، هذه الاورجنايزر والبروبرتي سيت راح نتكلم عليها بالتفصيل بكره ان شاء الله. وهذه الأورجانيزر من الأشياء القوية جدا جدا في تريمبل كونكت. الأورجانيزر شبيهة بالسمارت فيوز اللي شفناها في البيم كولاب زوم آخر مرة، احنا نحكي لكم عليها بالتفصيل. وعنا أكيد الكلاش سيتس، تعمل كلاش ديتكشن زي ما شايفين، دخل الكلاش، تعمل كلاش اكسرسايز عشان تطلع الإيشيو. أوكي بمجرد ما تعمل سيلكشن لأي أوبجكت حتطلع لك تشينج فيزيبيليتي، سواء شو أول هيدن بروجكت عفوا أوبجكتس، isolate layers which is in same family، هذا مكامل columns. تقدر تعمل reset، ترجعها من أول وجديد، تعمل فقط هذا ك section box. okay hidden، تقدر تعمل isolate من أول وجديد. okay دقيقة، okay تمام، isolate من أول وجديد، reset model. تقدر تعمل كالورينج على سبيل المثال، انا حاب نشوف الكولمز الموجودين في السايت، وش تعمل فقط في الموديل، تعمل ايزوليت لايرز وتعطيهم كالر معين اللي هو الاحمر، او عفوا تعمل سيلكت اول ايزوليت لاير، عفوا ايزوليت اي لايرز. اوكي جينا هنا وتعطيهم اللون، ريسيت موديل عفوا. اوكي ايزوليت لايرز، اوكي جي حتى من 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 كي تعمل لهم selection by 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 area، أعطيهم اللون، reset model. عندك possibility إنك تعمل 3D navigation زي ما حبيت، مثلا تعمل فرضا أنت اخترت شيء
إنما نقول هذا مثلا، مجرد ما تعمل الحركة هذه راح يعمل لك إياها on globe ويقرب لك إياها، يقرب لك إياها. تقدر تعمل attachment، تقدر تشوف view property panel إذا حبيت تشوف property selected one، وهذه راح نتكلم عليها بكرة فيها ال IFCs و properties set. فقط يعني في أشياء راح نشوفها إن شاء الله في session 2 بعد بكرة إن شاء الله. هذا كله مهندس سليم لليوم، وإن شاء الله ما أكونش طولت عليكم، ما أكونش كثرت عليكم بال أو ثقلت عليكم، وإن شاء الله يكون يعني استفدتوا يا رب جميعا. جزاكم الله كل خير يا أستاذنا فاضل، الله يكرمك. هو في بس حد كان باعت سؤال على الشات؟ نعم، استنى بقى بفتح الشات اهوت بعد إذنك. الرخصة المجانية بتاعت صلاحية دخول لكام شخص؟ وأيضا عدد المخططات والملفات المسموح بيها لو سمحت، وهل هناك إمكانية لإعطاء صلاحيات ومسؤوليات لكل فولدر؟ نعم نعم. خلينا نفتح بس ال stop share هذا، هفتح لكم نعطيكم option، الأوبشنات المتوفرة في اللايسنس. طيب دقيقة بس، مش مهندس هعمل شير مرة أخرى لو سمحت لي. أو معلش أنا آسف، أنا عملت بس شلت كوست عشان ما تزعجكش الرسائل اللي بتيجي كل شوية. أوكي تمام، الله يزيد فضلك. بالنسبة للسؤال الأخ، طيب 3 options هما كالآتي. الـ personal، في عندك الـ personal اللي هي إلى حد الـ إلى حد الـ create one project، invite up to 5 project members، عندك حتى 10 جيجا بايت ستورج، وتقدر تدخل في 5 مشاريع. عندك read only access for data، create shared through connect workflow extension، تقدر تعمل beam coordination، clash detection، task management tool. يعني بالبيرسونال تقدر تعمل تسوي اللي يطلبه الاخ، تقدر تعمل به يعني اللي هي فري. بس على فكره البزنس اللي هي جايه في النص هذه، اشتراكها للواحد $10 للكي او لللايسنس، يعني قادر انت السنه تكلفك $120. انا ننصح الناس اذا حابين يمشوا مع تريمبل كونكت ما يخاطرش ويجيب العشرة وعشرين واحد، لا يجيب الخمسة، راح تكلفه تقريبا $500 ويجرب. اذا شايف انه الناس فعلا بدأت تتعلم يضيف، يقدر يضيف يعني مور بيبول، يعني كل واحد حيكلفه $120، لانه $120 هذه سنويا. بصراحة انا $120 شايفها يعني مش مبلغ كبير مقارنة بأذر بلاتفورمز، والأوبشنز اللي موجودة في تريمبل كونكت في البزنس او حتى في البيرسونال يعني كثيرة، يعني موجودة يعني كثيرة. يعني الفرق ما بين البزنس والبيرسونال انه عندك unlimited projects، عندك unlimited data، unlimited number of project members، join unlimited numbers of projects سواء personal or business، وعندك الميتا داتا. يعني الميتا داتا في البيزنس ما عندكش في البيرسونال، لانه الميتا داتا مهمه لك جدا في النيمينج كونفنشن اند في النيمينج كونفنشن اند الفولدر، قصدي الريفيجنز اند تشينج ان ريكويست اند ما شابه ذلك. انت تختار من بعد. انا ننصحكم تبدوا بالفري وشوف اذا ساعدك الامر روح للبزنس، مع انه البزنس انا شايفه مش غالي يعني بصراحه كانفستمنت، مش يعني يستاهل بصراحه انك تشتري البزنس. البريميوم هذا راجع لاستراتيجي، استراتيجيه الشركه وين راح تكون عندك الفول 100% فيرجن. بس انا حاليا البزنس اتس اوكي، بس حاب تتعلم ابدا بالبيرسونال لانه فري، عندك اون وان بروجكت ان اب تو 10 جيجا بايت ستورج. نعم، في سؤال من المهندس أشرف الهنداوي، هو سؤال محتاج محاضرة الصراحة. بيقول لك هل ممكن تشرح لنا البيم امبلمنتيشن وورك فلو من البداية للنهاية، from the concept to the demolish، وقول لنا كل أداة بتستخدم في كل مرحلة من المراحل. نعم، محاضرات هذا مش محاضرة. أنا شايف فعلا أن زي ما حضرتك تحب ممكن نعملها، حضرتك تعملها محاضرة مستقلة أو تجاوب سريعا عليها. والله طيب، can you explain the beam implementation workflow from the start point to the end؟
انا حكيت يعني بريفلي باشمهندس عمر لو تذكر اخر مره عن ايوه طبعا. اه الستارتنج بوينت في البيم امبلمنتيشن، وكنت نبهت على كتاب اللي هو البيم مانجر. البيم مانجر هذا هاند بوك يقول انه، وانت اكيد شاطرني رايي باشمهندس، انه ذا ثري مين بوينتس فور ذا بيم امبلمنتيشن، او قبل ما تبدا في اي شغله اول شيء لازم تحدد the phase او the company nature، يعني طبيعه الشركه. اول حاجه لازم تعرف انت في الديزاين كونستراكشن او شو، اول نقطه. ثاني نقطه لازم تكون كلير، البيم يوزز واضحه عندك، شو اهدافك من البيم. اذا ما كانش اهدافك واضحه ما تقدرش تتحرك خطوه واحده. ثالث شيء وانا شايفه مهم جدا هو التيم، الكواليفايد تيم. اذا ما عندكش تيم مستحيل حتكون عندك بيم، ما تقدرش تعمل بيم امبلمنتيشن، ما تقدرش تكون تخلق بيم ورك فلو او بيئه خاصه بالبيم اذا ما عندكش التيم اللي هو كواليفايد. هذه بس بريفلي، بس انا افضل انه اذا تسمح لي يعني، او مستقبلا نعمل يعني ان شاء الله محاضره عن البيم امبلمنتيشن، وراح يفهمها اكثر الاخ يعني احمد المهندس اشرف ابراهيم اذا اعطيناه كيس ستادي. لانه يعني بصراحه في ناس الامور نظريه يعني لما تروح للواقع تلقى صعوبة في التطبيق لأنه ماسك في راسه فكرة النظري. إحنا بصراحة وجدنا مشاكل خصوصا في النظري، الأمور النظرية هذه. أعطيك مثال بسيط لأننا نحكي فيه اليوم والبارح بما يخص الفولدر ستراكشر في الأيزو. هم مفكرين أنه راح تمشي كمعادلة رياضية، Work in Progress Shared Published Archived. هو لا، هو أعطاك الخلية، يعني الجسم راح يتكون من خلايا صح ولا لا، ومن أعضاء. شو أصل الجسم؟ هو خلية صح ولا لا؟ هذه هي الخليه، يعني الوركينج برو او الفولدر ستراكشر اللي خاصه بالايزو اور فور الانفورميشن كونتينرز هو الوركينج بروجرس، وركينج بروجرس اند الاركايف اند ببلشد اند شو اسمها اركايف. نعم يعني انا نفضل انه نعمل محاضره مستقله وتكون مصحوبه بكيس ستادي مشان يعرف وين يعمل بروجكشن المعلومات اللي اخذها نظريا يعني. نعم. في سؤال بيسال على ان انليميتد، هل في بلاتفورم انليميتد مجاني تماما؟ هل شو باشمهندس؟ في بلاتفورم مجاني تماما؟ لا مستحيل، ما في لانه بصراحه مش تحصل بلاتفورم مجاني، لازم تعمله انت البلاتفورم، تعمله تجيب تطوره انت بنفسك يعني. صعبة تحصل بلاتفورم مجاني، بس في ليميت معين للمجانية يعني اللي تقدر تمشي لك مشروع او مشروعين، بس مجاني تماما مستحيل 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 تحصل فري. في عندك يعني البيم اول بلان، اول بلان بيم بلس تقدر تمشي به مشروع. إذا حاب مثلا مش حاب تدفع شركة فلوس، نعطيك طريقة معينة باشمهندس محمد أشرف. تقدر مشروع تشتغل به تريمبل كونكت، المشروع الثاني تقدر تستعمل فيه الأول بلان بيم بلس. كل مشروع تستخدم فيه بلاتفورم وين عندك ليميت معين للفري بلاتفورم، يعني على الأقل تكون عندك الفرصة أنك تجرب كذا بلاتفورم، وتكون عندك الفرصة أنك تستخدم السي دي وتدخل في البيم ورك فلو بقوة يعني. بس هذه نصيحتي، بس مش تحصل يعني فري 100%، صعبة جدا، هذه صعبة جدا. لحد أنا محاضر كنا بحصل هذه الشهادة. وهل هناك متطلبات لتقدم الشهادات المسبقة؟ أنه شهادة؟ ممكن سؤال، هل ينصح المحاضر بأخذ ماستر؟ إياه والله انا ننصحك اذا كان عندك على الاقل سمول باك جراوند في البيم. اذا ماشي فريش حتحصل شويه صعوبه، لانه البروفيسورز اللي بيعطوا كورسات مفكرين انه الستودنتس عندهم مستوى معين من النولج المعرفه يعني. بس كنصيحه ننصحك، اكيد راح تتعلم اشياء كثير في موضوع البيلدينج انفورميشن ورك فلو اند تكنولوجي، من الديزاين فيز الى حتى الديمولوشن زي ما كان يحكي الاخ المهندس. راح تشوف الهيريتاج بيلدينج انفورميشن موديلنج، راح تشوف
الانفورميشنز، كيف تعمل باب، كيف تعمل اي ار، كيف تعمل كلاش ديتكشن، كيف تعمل كواليتي كنترول، كواليتي تشيكين، سي دي ايز during the site, during the design phase. الأشياء كثير راح تشوف بصراحة، وراح يكون عندك الـ possibility إنك تجرب جرب خلينا نقول more than 20 softwares. يعطوك access على تقريبا 20 software free لمدة سنة، وأكيد يعني أكيد ننصح بها. يعني أي شيء خاص بالعلم وكذا أنا ننصح به. يعني شيء ثاني مهم في زيجورات، راح يكون عندك أكسس للبري أكاديمي، أكسس للبري أكاديمي، تأخذ شهادة من البري أكاديمي، تأخذ شهادة من جرافيك سوفت، تأخذ شهادة من الأوتو من الأوتو ديسك، تأخذ شهادة من، تكون عندك عضوية في البيم الكان بيم، تكون عندك possibility إنك تأخذ شهادة في الأيزو 19650. وش عندنا ثاني يا رب؟ تكون عندك possibility والاكسس على البنتلي بلاتفورم، وين راح تستعمل بنتلي سوفتويرز فري زي سينكرو عفوا. انا ننصح بها، اكيد ننصح بها، بس حاول انك تشتغل على حالك شوي قبل ما تروح، والا راح تحسها انها مضيعة وقت. يعني نعم تمام، نعم باشمهندس، جزاكم الله كل خير، ألف شكر لحضرتك، الله يسلمك يا رب. المحاضرة القادمة الثالثة ومحاضرة ثانية بإذن الله. إن شاء الله حاضرين باشمهندس، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، إن شاء الله نكون ما كثرتش عليكم أو ثقلت عليكم، والله يوفقنا وإياكم يا رب. جزاكم الله كل خير، وشكرا لحضرتك، وشكرا للمهندس أحمد حسام وعمر ناطور ومحمد أشرف، الدعم الفني تعب معانا زي كل يوم، جزاكم الله كل خير. وجزاكم شكرا، شكرا جزيلا، تصبحوا على خير يا جماعة.